بتشهقي كده ليه يا سارة؟ لا مفيش يا مامي، دي شهقة المحشي. فكرة حلوة برضو عشان المحشي يبقى مسكر. هو المحشي ليه شهقة؟ لا ما هو ما كانش ليه شهقة بس نزله. طب أساعدك في حاجة يا سارة؟ معقولة برضو يا جيجي؟ ينفع كده تبقي أول مرة تزوريني في بيتي وأسيبك تعملي حاجة؟ بعدين أختك هنا مسيطرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن برضو مكنتش لاقي له مكان. قولي لي يا سارة، حماتك اتأخرت كده ليه؟ ده احنا جايين من آخر الدنيا، من التجمع وصلنا قبلها. عايزي بقى يا مامي تلاقي السكة زحمة ولا حاجة؟ حماتك ساكنة في نفس العمارة، هو السلم عندكم بيبقى زحمة؟ يا مامي ما تسيبيها براحتها، على مهلها، هو احنا جايين عشانها؟ احنا جايين عشان صرصور عروستنا القمر. اسكتي انتي خالص، مش كنا بعنا الشقة بتاعتنا وأخدنا فيلا اتلمينا كلنا وقعدنا مع بعض؟ تاني يا مامي موضوع الفيلا ده يوسف يا دوبك لما بيلحق يدفع أقساط الشقة. ده غير المصاريف دي كلها. وانا هخلص معاكم؟ يا دماغي، ضغطي بدا يوطى، مش قادره، بهبط، حاسه ان هيغمى علي. الحقيني بسرعه يا ساره بحته جاتوه شويه عصير، حاجه حلوه يا ناس، هيغمى عليا. حلا حلا يا ماما، حته جاتوه بسرعه يا بنتي هموت. حلا يا ماما، حلا. يا انا الف سلامه. يا ساتر يا رب، الضغط لما بيوطى بيبقى حاجه صعبه قوي. الحقيني. ازيك يا ساره؟ ازيك يا طنط مرفت؟ مساء الخير يا ست ساره. ازيك يا بابا؟ ايه بس اللي اخرك كده يا طنط مرفت؟ احنا قاعدين بقالنا كتير قوي مستنيين. عامله لك حته صينيه بقى. صينيه حاجه جديده كده بس هتاكلي صوابعك وراها. انت هتقولي لي على اكلك؟ ده يوسف ابني كل ما يجي لي ما بيتكلمش عن حاجه غير اكلك انت. زيزو عيب كده. بصي بقى يا ساره، انا بعت نبويه جابت لكم حاجه حلوه حلوه قوي هتعجبك. انا قلت مش معقوله ادخل بايدي فاضيه في بيت عرسنا. اهلا وسهلا يا مدام ميرفت، احنا كمان جبنا فواكه، يعني كنا هنجيب فواكه كتير بس ما عجبناش غير الفراوله. قلنا ما نلفش بقى كتير ونتأخر، أهم حاجة نحترم مواعيدنا. طبعا انتوا ولاد الأصول، إنما انت بتاكلي جاتولي دلوقتي مش لما تتغدي الأول؟ أصلا أنا بحب أحلي وبعدين أحدق. وبعدين ترجعي تحدقي وترجعي تحلي وتحلي وتحدقي، مش كده؟ طول ما أنا مهبطة أعمل كده. الأكل هيخلص إمتى يا سارة؟ 10 دقايق بالظبط يا طنط، عقبال بس ما الطاجن المغربي يخلص والبايا الاسباني والسوفلاك اليوناني. ما شاء الله عليكي، طب مش كنتي تدوقينا الاكل المصري الاول؟ امال يوسف فين؟ جوه يا طنط في الاوضه. ولما هو جوه في الاوضه سايبنا قاعدين مرميين وما طلعش يسلم علينا ليه؟ مش قد المقام ولا ايه؟ معلش يا مامي، بس 10 دقايق يخلص الشغل اللي في ايده وهيجي على طول. اصل هو اليومين دول مشغول قوي، بيقول لي ان هو بيحضر في حاجه لو نجحت هتفرق معاه كتير في شغله، بس انا ما اعرفش عنها حاجه. اكيد ساره اللي عارفه. وحياتك يا طنط ما اعرف اي حاجه، ده انا والله العظيم ليل نهار يبقى قاعد في الاوضه وقافل على نفسه الباب، ولما يخرج من الاوضه يقفلها برضه، واقعد اتحايل عليه بالساعات عشان يقول لي بيعمل ايه مش راضي ينطق. ما انا مش هخرج من الاوضه دي غير لما تنطق. انت هتنطقي ولا اديكي على دماغك دي؟ يا ربي اعمل ايه طيب؟ انا عملت كل حاجة صح والله العظيم. يا بنتي انت هتجننيني ليه؟ انا بسألك سؤال بسيط، انت عارفة انت ايه؟ ROBOT. على بعض بقى، على بعض. انتي روبوت وانا بقالي كتير قوي شغال عليكي، ابوس ايدك بقى اشتغلي. ممكن؟ شور 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 يا اليكسا، انا اساسا ظبطك تتكلمي عربي، اتفضلي اتكلمي عاميه. ها يحضر لك الخير يا جميله يا مطيعه يا اموره، انا هموت واعرف انا ناقص اعمل لك ايه بس عشان تشتغلي. ستب ني. لا انا فاشل فعلا ان انا ما سطبتكيش. ما انا مسطبك، امال انت بتنطقي ازاي؟ راستر ني. راسترتك اكتر ما براستر الراوتر، اتفضلي اطلبي. ايه الجايه بقى؟ قدر ني.
فرفش ني. اعمل لك ايه؟ مش فاهم. ريفرش ني. عملت لك يا اختي ريفرش 50 مره وبرده مش عايزه تشتغلي. طب بصي بقى، بما ان انت اتطلقتي كده في الكلام ولسانك فك معايا، انا هسالك سؤال سهل وبسيط اي روبوت صغنون يعرف يجاوبه. النهارده يوم ايه؟ التلات. طب انا بالنسبه لك، المفروض ابقى عامل زي ستيف جوبز وابل كده، مارك زوكربيرج وفيسبوك. انت عارفه انا اسمي ايه؟ يوسف. التلات. ايه الديلي ده؟ يوسف ما ينفعش كده، الناس قاعده مستنيه بره. ايه يا ساره، انا مش قايل لك ما بحبش حد يدخل عليا وانا بشتغل؟ انا مش مصدقه بجد ان انت بتخبي عليا. تعمل ايه يا ستي؟ ولا بخبي عليكي ولا حاجه، انا قلت لك حاجه كبيره شغال عليها ولما اخلص هبقى افرجك ان شاء الله. يوسف. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه؟ مفيش صوت. انا سمعت صوت دلوقتي. مفيش صوت، خدي مني انا بقول لك مفيش صوت. يا يوسف جبتها لي صح؟ هي ايه دي؟ اصل دي اثر من الثلاجه. ايوه. واطول من الغساله. اه. واكيد مفيش سخان بالحجم ده. اكيد. يبقى دي ايه؟ ايه؟ يبقى يوسف حبيبي جاب لي صرصوره غسلت الاطباق اللي كان نفسها فيها صح؟ ساره اطلعي من المطبخ اللي انت فيه ده. انا بقول لك شغال على حاجه كبيره، لما اخلصها ابقى افرجك. يعني انت ما جبتليش الغساله؟ بقول لك ايه، مش احنا خلاص اتجوزنا؟ احنا نعمل زي الناس المتجوزين وفي عيد الام الجاي هتلاقيني جبتها لك ان شاء الله. يلا. طب ممكن يلا بقى عشان الناس مش عايزه تاكل من غيرك. هعمل تليفون واخلص اللي في ايدي وهاجي وراك. يلا. يوسف. يوسف. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ فين الصوت ده؟ هو انا سمعت حد بيقول يوسف. لا ده 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 انت اللي لسه قايله دلوقتي يوسف، مش انت لسه قايله كده؟ طب ممكن يلا بقى عشان الاكل قرب يخلص. يا رب. ايه؟ يا رب الحقه، يا رب الحقه. يلا بقى. طب انجز. طيب ماشي. طب اقفل وافتح تاني كده هندسة. طب شيل البطاريه حطها تاني. ممكن بدل ما انت قاعد تنفخ في الجو كده هندسة انفخ فيها يمكن تشتغل. ممكن تعمل اللي انا طلبته منك وانت ساكت؟ يا باشمهندس انا عملت كل اللي طلبته مني، الوصلات ركبتها وكله فيشه بفيشه. سيبني هندسة اعمل التاتش بتاعي، اللمسه السحريه. هتعمل ايه عارف اكتر من اللي احنا عملناه؟ ما احنا عملنا كل حاجه. ثواني يا هندسة، ثواني. انطلت انطلت. هلا انت عبيط ولا انت بتضربها؟ احنا ايه ماسكين جاسوسه؟ سيبني هندسة انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. ولا ايه ده، بقول لك عشان ما مديش ايدي عليك انا. طب انا عملت مجهود كبير وبعد اذنك محتاج كوبايه شاي عشان اهدى حالا. ايه ده؟ مش قلت لك انا بعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس؟ يعني انا عمال اتنطط قدامك من الصبح وعمال اكلمك بالكودنج وبالبروجرامنج وبالادب، ويجي المتسول ده في الاخر يديك على وشك فتشتغلي، وكمان عايزه تروحي تعملي له شاي وقهوه؟ والناس كافيه حلاوت، والناس كويك يا جماله، وكر كدي في فرابتشينو يا بت، وعرق اسوس، وجن زبيل. ما خلاص يا حبيبتي انت هتقري لنا المنيو كله. ما تتقل يا هندسه، ما يمكن في طواقم. ما تفتحيش عينك. حاضر يا يوسف. واوعي تقعي. لو انت توقعني سلمة. عزبي ثانية بقى، ما تفتحيش لسه. يوه خلاص قربنا قربنا قربنا. تعالي بقى كده فتح. مساء الخير. ايه يا يوسف ده؟ مش تقولي ان احنا عندنا ضيوف سايبني طالع بالبيجامه زي الهبله كده؟ لا ما هو ده مش ضيوف، ده هيعيش معانا هنا. نعم. هيعيش معانا ازاي يعني؟ هيعيش معانا يا سارة عشان هو ده البروجكت اللي انا كنت شغال عليه وبحكي لك عنه. ايوه فين المشروع يعني في ان انت موقف قدامي راجل ومتنحلي كمان؟ لا ما هو ده مش راجل يا يوسف. عيب كده. بقول لك ايه، سمعنا مزيكا هاديه كده عشان تقتنع. عملت سماعات بلوتوث على شكل بني ادم؟ وقف. هو ده اخر طموحك؟ سماعه؟ امال ده ايه؟ بصي كويس يا سارة، ده روبوت. لا ما تهزرش، ده شكله زي البني ادمين بالظبط. الله يا حبيبي برافو عليك والله. هو ده بقى المشروع الكبير قوي اللي كنت شغال عليه ومخبيه عننا؟ شفتي بقى، انت عارفه انا شغال على السوفت وير بتاعه ده بقى لي قد ايه؟ طب هو ممكن بقى يعمل ايه تاني غير ان هو يسمعنا مزيكا؟ هو لو مشي زي ما انا عايز يا ساره هيعمل كل حاجه ممكن تتخيليها وما تتخيليهاش. طب وبقى بتتفاهم معاه ازاي كده؟ عادي بتتكلمي معاه. ازيك؟ اهلا يوسف. سلم على مراتي.
ازيك؟ اهلا مرات يوسف. اسمي ساره. اهلا ساره. ضغط الدم 120 على 80. نسبة السكر في الدم في المستوى الطبيعي. ارتفاع خفيف في سرعة ضربات القلب. ده عشان انت متحمسة. الله، هو عارف كل ده لمجرد بس انه سلم عليا؟ الله، انت لذيذ قوي. لذيذ؟ انا لذيذ. طب بقولك ايه يا يوسف، احنا بقى هنسميه لذيذ. الله، اسم تحفة. احنا هنسميه؟ مين احنا ده ان شاء الله؟ ايه يا يوسف، عادي انا وانت هنسميه. هو انت ليه مش عايزين نسميه؟ قول بقى ان انت عايز تسميه على اسم باباك، مش كده؟ هو مين ده اللي اسميه على اسم بابايا؟ سارة، انا مش هسمي الروبوت بتاعي لذيذ، ولما المشروع بقى ينجح في العالم يبقوا الاجانب ينطقوها ازاي لذيذ دي؟ عايز يعني لذيذ. نعم. هو ايه اللي نعم؟ اصبر انت كمان سارة. بقولك ايه، الناس في الحاجات دي بتسمي صوفيا، سيري، أليكسا، شميكسا، انما ايه لذيذ دي؟ يا يوسف عادي، وبعدين ما الاسم عاجبه. وبعدين يا حبيبي ده روبوت مصري، والمصري بقى معروف بخفه الدم وكده. لا، نسميه هنيدي بقى ما دام هي بخفه الدم. ساره، انا مش هسمي الروبوت بتاعي لذيذ. طب بص، انت سميه لذيذ وانا اوعدك ان ده اخر طلب هطلبه منك طول حياتي. اخر طلب هتطلبيه؟ مش هتطلبي حاجه تاني بقيت عمرك؟ هاي وافقت؟ ها خلاص. طب ايه ساكت ليه؟ ما تقول ان انت موافق. قول. خلاص، انا بقى عايز اسمع منك ان انت وافقت. خلاص وافقت. خلاص، انت هيبقى اسمك لذيذ. لذيذ، شكرا يوسف. لا خلاص بقى، انت بقيت فرد من العيله. قول لي يا جو. جو؟ ايوه جو بالظبط. جو؟ لا خلاص، انا قصدي يعني بعد كده ابقى قول لي جو، مش دلوقتي اقعد قول لي جو جو جو. اوكي، بس انت برضه ما قلتليش بقى ايه البتاع اللي هناك ده؟ ايه ده؟ ايه دي؟ افتح الباب كده يا لذيذ. اوكي. سارة تعالي بصي كده. ايه ده؟ انت مين؟ انا لذيذ. يا سقالة، واثق من نفسك قوي كده، ايه ده؟ لا يا ماما، ده هو اسمه لذيذ فعلا. يا سلام، امال عامل كده ليه؟ استني بس انا هفهمك. تعالى يا لذيذ، اقفل الباب يا زومبي. حاضر. ايه ده؟ ودي ايه دي كمان؟ ممكن تصوري بس وانا هشرح لك. ايه لذيذ، الحق هات زومبا بسرعه عشان قفلت الباب على نفسها. اوكي. لا الرحمن الرحيم، ايه الناس الغريبه اللي عندك دي؟ دول مش ناس يا ماما، دول روبوتس. لا شكلهم بني ادمين. ايوه يا طنط، ما هو يوسف عاملهم زي البني ادمين بالظبط. ما شاء الله. مش انا يا ماما بقالي فتره بقول لك ان انا شغاله على مشروع كبير، والمشروع ده هيغير لي الدنيا في الشغل خالص. اهي الروبوتس دي بقى هي المشروع اللي انا كنت بكلمك عنه. يا سلام، بسم الله ما شاء الله عليك، طول عمرك طفل عبقري. عارفه يا ساره، من صغره وهو قد كده كان يحب يلعب في كل الاجهزه. لما كنت اشغل المكنسه اللي بالكهرباء يجي جري ويدوس على الزرار اللي بيشفط السلك. ما شاء الله. ما شاء الله على ايه؟ ماما انا كده كنت طفل اهبل مش طفل عبقري. لا 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 لا، ما تقولش على نفسك اهبل يا حبيبي، انت بسم الله ما شاء الله عبقري طول عمرك. ودول بقى بيشتغلوا ازاي يا حبيبي؟ جربي كده يا طنط تكلميهم. سقيل يا ترمبا، ايه ما بيردوش؟ ما انت عشان بتندهيهم باساميهم غلط يا ماما، اسمها زومبا. وحياتك يا طنط، لو ناديتيها باسمها الصح يبقى قابليني بقى لو ردت عليكي. زومبا دي مامتي، اسمها ميرفت، سلمي عليها. اهلا يا مير. ايه مالها دي؟ مالها؟ علقت. ما كويسه اهي. لا مش كويسه خالص. ما انت يا ماما اللي عماله تقولي لها طنبا وزرومبا من ساعه ما دخلتي ولخبطتيها وخليتيها تهنج. بصي، النسخه دي اصلا لسه فيها مشاكل، عشان دي اللي انا كنت عاملها في الاول وبجرب فيها. لذيذ بقى ده اخر حاجه انا وصلت لها. حاسب يا ماما. ايه؟ فين اللي ايدي وجعتني. انت خايفه من ايه يا ماما؟ هو هيعضك؟ جربي بس كده تبصي في عينيه. لا ده من يوم ابوك الله يرحمه عمري ما بصيت في عين راجل. انا مش راجل. يا سلام، وبتفتخر وفرحان بنفسك قوي. يا ماما راجل ايه؟ انا بقول لك ده روبوت. يا ماما بصي في عينه بس واسمعي كلامي وهتفهمي انا قصدي ايه. ده
عينيه غريبه فعلا، انت بتغرب. ما تقطر له. اقطر له ايه يا ماما؟ ده عينيه فيها عدسه وسلوك. اه صحيح، ربنا يبارك لك فيهم. طب بقول لك ايه، اربطهم بقى في البلكونه وحط لهم ميه واكل حرام. لا يا طنط، ما هم لا بياكلوا ولا بيشربوا. يا سلام. طب بقول لك ايه، بقول لك ايه، خبي الشبكه بتاعتك واي حاجه غاليه تكوني بتخافي عليها، ما حدش ضامن حد في الزمن ده. ماما مفيش الكلام ده، دول اعتبريهم كده اجهزه زي الميكروويف والثلاجه والغساله. اه يعني هيعيشوا معانا عادي؟ عادي خالص. ميرفت الحمد لله على السلامه. طب انا زعلتك في حاجه؟ طيب طب انت ما بترديش عليا ليه؟ يا ربي ما ارحمك الا بالله. يا يوسف الحقني. ايه يا حبيبتي، في ايه؟ زومبا هنجت. نجت؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ انت بتسألني انا؟ ما انت اكيد يا سارة طلبتي منها طلبات كتير عشان كده سخنت وهلوست. دي حاسبة بقى يا حبيبي. ايه يوسف؟ ركزي بس يا سارة كده وقولي لي انت طلبتي منها ايه بالظبط. هكون طلبت ايه يعني؟ انا كل اللي انا قلته لها. زومبا هسيلي حاجة اشربها من التلاجة. حاضر. هاتيلي حاجة اشربها من التلاجة. ده انت لو قلتيلي انا هاتلي حاجة اشربها من التلاجة مش هعرف اجيبلك ايه بالظبط. يا سلام. ايوة طبعا، مش التهنيجة دي طبيعية يا لذيذ؟ لا شفتي هنج هو كمان. تسعة وعشرين. بقولك ايه، انا عايز اخد لذيذ. سارة بقولك ايه، الروبوتس دول انا اللي عاملهم. اه انما هم اصلا المفروض يفضلوا في الشركه، انا بجيبهم البيت كده عشان اشوف لو فيهم غلطات ولا حاجه اصلحهم. اديها يومين وهتلاقيها زيها زي لذيذ معاكي بالظبط. اه تلاتة. لبنى لبنى ما تخرجنيش عن شعوري، والنبي انا مش طايق نفسي، وانا هلاقيها منك ولا مش شغل. طب انا وصلت الشركه ومش سلام يا لبنى. انت مين انت كمان؟ انا بني ادم عادي خالص. بجد والله انت مش انسان آلي يعني؟ انسان آلي؟ ايه الهبل ده؟ الهبل هو مصطلح يعبر عن فقدان العقل والتمييز، وقد يحدث بسبب تعرض الانسان لصدمه قويه. ايه ده؟ فين هدير؟ احنا فين هنا؟ هدير اجازه. اهلا بيك في واي كرييشنز. انت بتعرفني على المكان عشان انا مش شغال هنا يعني. انت مين؟ انا بني ادم عادي خالص. ايه ده، انتوا اتعرفتوا على بعض خلاص؟ مين ده يوسف؟ انت ايه شاورما مالقولكش ولا ايه؟ محدش قال لي حاجه. لا ده كده في سوء تفاهم يا ابني. ده المهندس الجديد اللي هياخد مكانك في الشغل، هتعمل له هاند اوفر لكل حاجه خلاص. هاند اوفر؟ ولما هو جه مكاني وانا ترقيت؟ طبعا ما ترقيتش. انت لقيت شاورما مبلغوكش؟ والله ما قالوا لي حاجه. مش انا رفدتك؟ رفدتني. اتفضل بقى الهانج اوفر بتاعك. انت الخسران يا يوسف عامه. خد تعالى يا اهبل تعالى. انت بجد مش عارف ده ايه؟ خلاص يا يوسف، المهندس الجديد اللي انت جبته مكاني وبني ادم عادي خالص، انت هتذلني؟ مهندس ايه ده بس يا رب؟ رحب معايا بالروبوت الجديد. لذيذ. ما تقولش. يا ابن اللعيبه. ده البادي لسه جاي من اليابان، لحقت جمعته وسطبت السوفت وير؟ طب ليه سميته ايه؟ لذيذ؟ انت بتعملي ايه يا زوم؟ انت شايفه اصلا؟ وايه الاطباق دي كلها؟ انت قلتي اغسلي الاطباق. ايوه بس انا كنت اقصد الاطباق المتوسخه يعني، انما انت كده وسختيهم كلهم. خلاص روحي انت وانا هغسلهم. لا انا هطبخ الاطباق واغسل الاكل. لا انا اللي هغسل الاكل. ايه لخبطتيني. انا اللي هغسل الاطباق وانت روحي اعملي الاكل وسيبيهم دلوقتي. يخرب بيتك عملتي كده ليه؟ انت بتبصي لي كده ليه؟ على فكره بقى انت اللي كسر الاطباق مش انا يعني. انا عملت ايه دلوقتي طيب؟
يعني انت اللي غلطانه وكمان ببرقيلي؟ ايه ده بقى، في ايه يا مامي بجد؟ لا لا يا باشمهندس يوسف ارجوك، خيانه ايه وسرقه ايه؟ يارا بيزنس مان، المساله بمنتهى البساطه ان المهندسه منى والمهندس رامي عاوزين يكبروا الشركه، حقهم يكبروا الشركه ولا يخرجوني منها؟ الشركه دي فكرتي من واحنا في الجامعه، وانت اللي طلبت ان انت تشاركني بعد ما اتخرجنا. نخرجك منها؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ عيب على فكره، ده حتى رامي طول عمره بيقول عليك ان انت اشطر واحد في مجالك. بجد والله شاطر؟ طب ربنا يخليك، ولما انت شايفني شاطر امال عايز تخرجني من الشركه ليه بقى ان شاء الله؟ اطلاقا محدش قال كده، المساله ان هم بصفتهم القانونيه عاوزين يزودوا راس مال الشركه من مليون للحد الاقصى 20 مليون. ايوه فايه يعني؟ فاكيد مش هنزود راس المال ده لوحدنا، هتساهم معانا بنسبتك 9.5 مليون جنيه، يعني نقول 10. طب ما نخليهم 11، ما هي فلوس بنك الحظ اصلها. طب انا بقى مش موافق. لا ما هو لو اغلبيه الشركه موافقين يبقى الكل مجبر يدفع، ماذا والا هتتاخد نسبه حضرتك بالقانون. ما تقولش شركه بس، هو دول بيجوا الشركه ولا ليهم علاقه بيها اساسا؟ ده انت بالذات ما عدتيش الشركه دي 3 مرات من ساعه ما عملناها. عادي يا يوسف، اعتبرني بارتنير سيلونسيو وليا حق التصويت. اهو اغلبيه يا رامي، انت عارف كويس ان انا معيش ادفع الفلوس دي، انت عارف ان كل الفلوس اللي معايا انا دفعتها في مقدم شقتي في مصاريف جوازي. ما كانش لازم تزنق نفسك بقساط وشقه كبيره بجنينه، كنت تجيب حاجه صغيره على قدك، مع ان انا والله كان نفسي نبدأ شركة. براحتكم، انتم خسرانين على فكره، انت عارف كويس الشركه دي كانت هتتنقل وهتبقى فين بعد موضوع الروبوتس بتاعي ما نجح. متر، انا كنت قلت لك ان احنا سجلنا الكود وحقوق الملكيه وحقوق التصنيع اللي تخص مشروع الروبوت باسم الشركه، وحضرتك اتاكدت ان هم اتسجلوا مظبوط صح؟ تمام مظبوط، انا بنفسي شفت شهادات التسجيل، يعني حقوق الملكيه والتصنيع ونماذج الانسان الالي اللي انتوا عملتوها تبقى ملك للشركه. باختصار يعني صاحب الشركه هو صاحب الروبوت، فلو فكرت انك تعلن انهم بتوعك هنرفع عليك قضيه. تمام مظبوط، لانهم عهده، ولو حضرتك استعملتهم باي شكل من غير اذن الشركه او حصل لهم اي حاجه هتبقى مسؤوليه كبيره عليك. وعموما يا جو ما تقلقش، لو ما عرفتش تلم الفلوس هنرجع لك المبلغ اللي دفعته لما بدانا الشركه بالجنيه. انتوا بقى جايين وفاكرين ان انتوا هتاخدوا فكرتي ونسبتي وتدوني الفلوس اللي احنا بدانا بيها الشركه اللي هي ما تسويش النهارده اي حاجه وان انا هسكت؟ طب انا مش همشي من هنا وهرفع عليكم قضيه وهعرف اخد حقي منكم كويس. ارجوك بدون انفعال، كل اللي احنا بنقوله دوت اجراءات قانونيه وتقدر ترجع للمحامي بتاعك. اما بالنسبه لمكتبك في الشركه محدش قال لك تمشي، حقك خلال المده القانونيه لتسديد الفلوس المطلوبه انك تيجي مكتبك وتقابل عملائك وتشتغل عادي. مصلحه الشغل اولا، حق ربنا يا برو. ايه يا زومبا، ساعه بناديلك عشان تيجي؟ ربع ساعه بس. طب بقول لك ايه، عايزاك كده تفكري معايا في اكل حلو نعملها ليوسف. بسبوسه؟ لا مش قصدي حلوه كده، يعني قصدي حلوه يكون بيحبها. مكرونه بالباستا والوايت صوص الابيض. انت بتقولي ايه؟ مكرونه بالباستا. خلاص خلاص فهمت، قصدك باستا وايت صوص يعني. فكره حلوه، يوسف بيحبها. عارفه. يا سلام يا اختي على الثقه. طب خدي كاس الزباله بقى ارميها بره في الباسكت. مش عارفه الزباله اتاخر كده ليه، ويا ريت بقى تبقي ترجعي لي في خلال الشهر ده. ها حاضر، خلال الشهر ده. تليفوني فصل. طب تعالي ناخدها نوديها المستشفى. زومبا 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 زومبا، انت كويسه؟ ايه اللي حصل؟ ساره زباله. ايه ساره زباله؟ مين دي الزباله؟ انت مش مين يا زومبا؟ مقفوله. الحمد لله الحمد لله. بتتكلم حضرتك تعرفيها؟
ايوه طبعا دي الشغاله بتاعتي. يلا لازم امي عشان نخش جوه. لا حياتك تخش جوه فين حضرتك؟ دي لازم تروح المستشفى، ده ممكن يكون جالها ارتجاج ولا حاجه. يا فندم ارتجاج ايه بس، ما هي زي الفل اهي. يلا يا زومبا. شايف اللي بيحصل ده؟ احنا ما ينفعش نسيبها كده. انا عايز اعرف الست دي بتعمل ايه مع الشغاله بتاعتها. يعني انا بجد مش عارفه ايه اللي خلاكي تعدي الشارع ده اصلا. زباله. يا استاذه انا ملك فهمي نشطه حقوقيه وعضو لجنه حقوق الانسان. معلش انا غلطت ولازم اتعاقب. انا مجرمه، انا مذنبه، حضرتك لازم تعملي فيها محضر وتطلبي تعويض عشان ما اعملش كده تاني. يا فندم ليه بس الاوفر ده كله؟ ما الست مسامحه ايه؟ مفيش حاجه. استاذنك بقى نخش نكمل اكلنا وشربنا ويومنا، مش هنعيش اليوم كله على حادثه يعني. بعد اذنك والله العظيم كان نفسي اقول لك اتفضلي بس مفيش راجل في البيت. ايوه يا يوسف انت فين؟ قربت يعني؟ طب يلا والنبي تعالى بسرعه عشان عايزاك ضروري. ماشي باي باي. انا مش هتحرك من هنا غير لما اعرف الست اللي جوه دي بتعمل ايه في الشغاله بتاعتها. مات يلا يا لذيذ. ده هنك ده ولا ايه؟ هفصل شحن، هفصل شحن. انت جاي تفصل شحن دلوقتي؟ محتاج كهربا. تعال. ده انا هحطك على الكهرباء للصبح. شايفه بيعمل فيه ايه؟ انا مش فاهمه فيه ايه اللي بيحصل هنا. تعالي نخش. يخرب بيت طولك يا اخي. هو حضرتك متأكد انك هتعرف تطلعنا الرخص؟ عيب عليك يا استاذ، هي اول مره. اللي انت ما قلتليش انت مهندس فيه اصلا، انا ما شفتكش قبل كده. والله وانت بتشوف مهندسين فين يعني؟ ان شاء الله مهندسين بس ومحاميين ودكاتره. امال انا مش مهندس يعني بالمعنى المعروف. انا زي ما تقول كده اي تي على ديفلوبر، يعني مبرمج. اللي حضرتك مهندس فيه اصلا، انا ما شفتكش قبل كده. ابسطهالك، حضرتك عارف الابس؟ الابز عضلات البطن ابن حلال. انا بقى كان عندي 9 اوري لك صوره ليا ايام العجم والشقاوه. لا لا لا، بصرف النظر عن ان الابس دول مش 9 عضلات البطن، مش 9. انا بتكلم على الابس اللي هي الابلكيشنز. عارف الابلكيشنز اللي هي التطبيقات؟ ايه التطبيقات ابن حلال مصفي؟ انا جيت لك بقى في ملعبك. اصلا انا جيت انزل البرنامج بتاع اعرف شكلك لما تكبر، لقيته المحمول عندي بيقول لي الذاكره عندك ممتلئه. بصرف النظر يا عم حمدي عن ان انا مش عارف انت عايز تعرف شكلك لما تكبر اكبر من كده ليه؟ فضول. بقى التطبيقات والالعاب دي تعتبر جزء من شغلك. ايه الالعاب ابن حلال مصفي؟ انا جيت لك فعلا في ملعبك. اصل انا يعني فضل خيرك كده زي ما تقول وصلت للعبه بتاعت كاندي كراش للمستوى 298، والحاجه عندي في البيت بنت قرود فاضيه بقى وصلت ل 308، فقاعده بتعايرني بقى والكلام ده. فهل ينفع حضرتك تعدي لي المستوى دوت وكان انا اللي عملته؟ مش هقول لحد. بصرف النظر يا عم حمدي ان الحاجه ما شاء الله متفوقه عليك وواصله لمستوى 308، بس انا ما بعديش انا بقى اللي بعمل اللعب وبعمل السوفت وير والحاجات دي. انت اللي عامل الروبوتات دي؟ انا اللي عامل السوفت وير اللي مشغله. فاكر الويندوز؟ مش الويندوز هو اللي بيشغل الكمبيوتر؟ انا بعمل الويندوز بتاعه، يعني هو من غير اللي انا عامله يبقى مانيكان كده ما بيتحركش. يعني انت بتجيبه من الحرفيين وانت تحط له المكنه. من الحرفيين او من بره مصر يعني. انت ابن حلال مصطفى، انا بجد بقى جيت لك في ملعبك في دي.
اصل انا حطيت شريط الفيديو بتاعي من فتره كده اهوت بتاع فرح انا والحاجه جوه الفيديو بلعه، فانا عاوز بقى اخرجه عشان الفرح دوت البلد اتكلمت عنه فضل يجي 3 ايام شغال. والله انا ده بقى مش شغلي، الفيديو القديم ده هتلاقيه قديم عشان من ايام جوازك، فهتلاقيه عشان كده معلق. اصل انت لو خدت بالك انا ليا هدف من الموضوع، انا بقى لما اشوف الشريط دهوت اشوف الماضي، ابص في المرايه اشوف الحاضر، اعمل بقى الابلكيشن بتاع اشوف شكلك لو كبير اشوف المستقبل واقارن بقى هل انا تمام كده هوت ولا محتاج اشتغل على نفسي. ربنا يديك الصحه يا عم حمدي. كل ده لا ده ايه يا يوسف؟ انا مش فاهمه، يعني في حد يكلم حد فجاه كده يقول له يلا انزل حالا عشان فجاه قرر يرخص الروبوت بتوعه؟ بقول لك ايه، اسكتي خالص، انا كان عندي مشكله كبيره كانت هتحصل لولا ان انا اتصرفت. هي دي الروبوت بقى الثانيه اللي انا عايز ارخصها هي كمان حبيبتي. وجربت هو ايه في ايه عم حمدي؟ امال ايه؟ اهي الروبوت اهي. دي يا ولده ليك اشتغلت كتير قوي فيها، دي خدت فتره منك. تعال يا عم حمدي خلاص. اوعى. بقول لكم ايه، امسكوا بقى، اهم حاجه اوعوا تبينوا لحد انكم تعرفوا بعض عشان الدنيا تمشي، ولو اي حاجه عصلغت معاكم تقولوا الموظف بس احنا تبع عم حمدي، تعملوا له بالعين دي كده. دي كده؟ اوعى تعملوا بالعين دي كده. في ايه يا زومبا مالك؟ درجة حرارة عالية، درجة حرارة عالية. هو ده وقته دلوقتي؟ الله، ما كلنا حرانين وتعبانين يعني. يوسف سارة بتنده. شت ملناش دعوة. يا يوسف سارة بتنده تاني. مش هينفع نرد عليها. مش هينفع نرد عليكي. بس يا غبي. يا يوسف في ايه؟ ثم هنجد وسخن، انت بتستهبل؟ طب طلعيها بره الطابور لحد ما دورنا يجي. مالك لحبيبتي؟ تعالي اقعدي يا بنتي، اقعدي هنا. معلش قلنا بيه، ممكن تخلي بالك منها؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، في عينيا. حاضر. زومبا اوعي تتحركي من هنا، فاهمه؟ وما تقربيش من اي حد لا تجيب لنا مصيبه. حاضر. مالك يا حبيبتي، فيكي ايه؟ سخنه عادي، الجو حر. لا سخنه جدا. سخنه جدا؟ طب بتستطعمي الاكل؟ لا. بتشميه؟ لا. يا نهار اسود. لو سمحت يا ابني انا مش قادر اقف. اقعد. انا مستعجل، عايز امشي. امشي. طب ممكن اقف مكانك؟ اوكي. لو سمحت يا استاذ، المكان مكاني وارجع ورا. حضرتك ايه اللي جابك هنا؟ ده مكاني، اتفضل ورا. احترمي الطابور لو سمحت يا استاذ. اقف اخر واحد في طابور. اوكي. عايز اقدم الطلب ده لحد معايا. وما يقدمش هو ليه؟ ذكر ده ولا انثى؟ لا هو ولا ذكر ولا انثى. نعم. يعني اعتبره ذكر. طيب هو فين؟ هو واقف معايا بره هنا. طيب هات لي بقى بطاقته الشخصيه القديمه. لا ما هي مش معاها بطاقه. ضاعت يعني؟ لا ده هو ما طلعش بطاقه قبل كده اصلا. لا ما هي ما طلعتش بطاقه اصلا قبل كده. ماشي، يبقى عايزين صوره مستخرج شهاده الميلاد والمؤهل الدراسي وتمليل استمارة بدل فائد. لا حضرتك كده فاهم غلط، احنا معناش الورق ده خالص. يعني ايه معكش الورق ده خالص؟ هو لسه مولود؟ وقبل الثلاث شهور كانت فين بقى ان شاء الله؟ في بطن امها؟ مش عارفه والله، بس انا ممكن اسال يوسف جوزي، بس غالبا كده كانت في مخزن او حاجه كده يعني. مخزن؟ انت خاطفه البت دي ولا ايه؟ انت خاطف الواد ده ولا ايه؟ وطي صوتك. انا مطرف عم حمدي.
كده برضو من طرف عم حمدي؟ انا من طرف عم حمدي. ايوه ايوه من طرف عم حمدي. بص بقى انت تروح بقى عند المكتب اللي هناك ده وتعمل مستخرج رسمي وتستناني هناك. شكرا. عفوا. خلصتي؟ هو لذيذ فين؟ وفين زوم؟ طب لما انتوا عيانين ومتنيلين ما تقعدوا في بيوتكم بدل ما تعدوا الناس. حاضر. علاء. ايوه يا باشمهندس. ايه اللي في ايدك ده؟ ده انا كنت بجمع اوردر فطار، حضرتك ما قلتليش تفطر ايه؟ طب وريني كده. انتوا طبعتوا فواتير جديده. لا يا باشمهندس ده على شغلك. ايوه علاء. ايه يوسف، خلصت ولا لسه؟ خلصت ايه؟ الراجل بتاعك ده مصوحنا من الصبح، انا مش عارف احنا بنعمل ايه في السجل المدني اساسا. مش طبع لك يا عم، انت قلقان ليه بس؟ ما انا مظبط لك كل حاجه معايا. والله انا ما مقلقني غير ان انت اللي مظبط كل حاجه. عملت ايه في الفواتير؟ فواتير ايه بس انا موجود يا باشا؟ راحت 100 فاتوره، نعمل لك 200 غيرهم. ماشي يا اخويا، ربنا يستر. حبيبي سلام. والله يا استاذ حمدي انت على راسي، لكن يعني لا في شهاده ميلاد ولا مؤهل دراسي ولا موقف من التجنيد، دي حاله غريبه جدا. سيدي ما انا فاهم، عشان كده جاي لك انت يا فرود. خلصت بقى؟ طب قولي الاسامي كده، انت اسمك ايه؟ زومبا. زومبا ايه ده؟ ايوه زومبا، انا عايز ارخصها زومبا. زومبا زومبا ايه؟ اسمها الثلاثي ايه؟ زومبا اسر ياسين. اشمعنى اسر ياسين؟ عادي والله. اصل بعيد عنك ابوها ببيت وش. والاستاذ لذيذ ياسمين صبري. وده ايه ده بقى؟ ان شاء الله عادي اللي جه في دماغي. يا استاذ ما ينفعش، ياسمين ده اسم ست. ايه ما اصل امه هي اللي ربته، واللي رب خير من اللي اشترى. اكتب اللي رب خير من اللي اشترى. يا سيدي ربنا يخليها له. اسم والده ايه؟ ادي له فرصه تانية بقى. ياسمين صبري. لذيذ يوسف. الاسم الثلاثي ايه؟ لذيذ يوسف ايه؟ يوسف الشريف. اصل هما اتولدوا في رمضان وبيحبوا يتابعوا المسلسلات وكده. تاريخ ميلادك كام؟ عندك كام سنه؟ 3 شهور. 3 شهور وتتم 25 سنة. هي مواليد شهر 11/95. وانت تاريخ ميلادك كام؟ انا ما اتولدتش يا ولد. عاوز يقول لك انا ما اتولدتش لوحدي، اصل هم توأم اتولدوا في يوم واحد. طب بقول لك ايه، خدوا الملفات دي واطلعوا اعملوا كشف الطب بتاعكم وتجيلي. سلام عليكم. حبيبي يا علوة. بقول لك ايه، هو احنا بنعمل ايه بالظبط؟ ولا تشيل هم، دي اجراءات مش اكتر. انا هاخده بربع ساعه وارجع لك على طول. لذيذ زومبا فولو مي. اوكي حاضر. قولي لي الفتحه دي شايفاها فين؟ طب دي هي ما بتسمعش؟ لا هي ما بتشوفش، اقصد هي خجوله وكتومه جدا يعني، ما تاخدش على الناس بسرعه. شايفه؟ اتريها بتستاذن. ادب. يمين. شمال. يا ريت. طب انا طيب استاذنك، ممكن تقوم وتقعد تاني لا تكون مهنجه ولا حاجه؟ قولي انت عملت عمليات قبل كده؟ البواسير مثلا، شلت حنجره، رباط صليبي مثلا، جالك فيروس تعبت يعني؟ مش بتعب. انت هتحسد نفسك ولا ايه؟ وبعدين ايه مش بتعب دي؟ انت انسان آلي. ايوه. سيادتك زي ما تقول هو رياضي فمحافظ على صحته جدا، وبعدين فيجيتيريان، في فيجيتيريان في الدنيا بيتعب؟ ها؟ طب انت بتشتكي من ايه؟ يعني ايه المشاكل اللي عندك؟ بسخن، بنسى، بهنج، بفصل، بزيق. ايه؟ بتزيقي؟ طب وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ سارة بتزعقلي. هو في حد في الدنيا ما بيجيلوش فيروس؟ عندي انتي فيروس يا ستي. انا قصدي يعني في حاجة بتوجعك؟ عملتي عملية قبل كده؟ لا. بص احنا محتاجين عين البول، خد الكوباية دي اعمل فيها. مش بعمل. انا بعمل.
اوكي. والله العظيم دي معجزه ان الورق ده كله يخلص في يوم واحد. معجزه ايه؟ دي بطاقه مش رخص. بقول لك ايه يا استاذ، انا لولا الباشمهندس علاء قال انك محتاج ورق للشيء دوت انا ما كنتش جيت هنا اهوت ولا خرجت من بيتنا. بلاش اعرف بقى، اتكل على الله. مهندس ايه ده؟ ده لا عارف يعدين الليفل ولا عارف يخرج شريط من الفيديو. مهندس قال انت عامل كده ليه انت كمان؟ عامل زيك. في ما بالراحة يا بنتي، في ايه؟ ما تركني. ما انا بركن اهو. ما تخشي يا بنتي، ما هي واسعة. هو انا بروس، ما انا بركن، هعمل ايه تاني؟ انا بس مشكلتي الوحيدة ان انا مش بعرف اركن بظهري، فنصبر بقى على بعض شوية. لا هو ده كده معناه ان انت ما بتعرفيش تركني اصلا. انا بعرف اركن لما بيكون الرصيف فاضي، فهمت بقى؟ بالراحة، عشان افتكرت ان احنا اتخبطنا. لسه يا حبيبي ما خبطناش. تعالي يا استاذ، ارجعي لم عجلك كله يمين. ايه ده يمين ناحيتي انا، من هنا. لا يوسف قول لي اسكت، مش عارفه اركز. هو الراجل جه جنبك؟ ما ترجعي، ما هي فاضيه اهي. يمين يا ست الناس، من هنا. يوسف هتعصب عليه. استني هنزل انا اركنك. معلش ثانيه واحده. تمام. هي بتعرف تركن بس متلخبطه شويه. ارجعي تعالي يا بنتي، تعالي واسعه لسه. تعالي كمان بس. الله يخرب بيتك يا شيخه. اهو يا سيدي، اديني ركنت اهو. حاجه تاني؟ ركنتي انت كده؟ عملتي حادثه لذيذ. خد ادي الفلوس دي للسايس عشان ما يقولش لصاحب العربيه اللي اتخبطت. رشوه. اوكي انزلوا يلا. الله يسامحك يا شيخ. اتفضل رشوة. خليها يا باشا علينا المرة دي. اوكي. قفلت؟ قفلت يا اختي. بردة. ايه يا جماعة؟ خير؟ في ايه؟ واحدة واحدة. ليديز فيرست، ليديز فيرست. اتفضل يا أستاذ. لا، هو أنت معاك حاجة معدن؟ أيوة. إيه؟ أنا يا أستاذ. أنت إزاي؟ هو أصله عمل حادثة من فترة، فركبنا له بقى في رجليه مسامير وشرايح، فهتلاقيه بقى هيقعد يزمر، كل ما هتدخله وتطلعه هيزمر تاني. لا اصل هو في نفس الحادثه دي فقد الذاكره، فهتلاقيه بقى مش فاكر. معلش. ماشي يا لذيذ، يلا حبيبي يلا. عندي هارد ديسك. هبقى اجيب لك يا حبيبي، هبقى اجيب لك ان شاء الله واحد لما ندخل جوه. يلا. شوف يعني انت مريض وانا عمال اتريق عليك. لا انا اسف. اتفضل. اوكي. اتفضل. خلي بالك منه كده ولا حاجه. يلا تعالي اتفضلي. لا طب حضرتك بتزمري ليه؟ ما زمر تيش. ما هو انا عارف يا استاذ ان حضرتك ما زمرتيش، بس الجهاز زمر. الجهاز زمر، انا ما زمر تيش. واقعه سوده ومهببه بطين. هو حضرتك معاكي حاجه معدن؟ اصل هم اخواته كانوا مع بعض بقى في نفس الحادثه، ادعي لهم. لا اله الا الله، ده شكله كان اتوبيس وتفعص بيهم يا عيني. ده انتي فوق دماغي. دماغك تتكسر. الله يكون في عونك. اتفضلوا. شكرا. والنبي يا جماعة، اللي مركب مسامير يجي كده. تعالى يا لذيذ. بصي بقى يا سارة، تعالي نجرب النهاردة نخليهم يساعدونا واحنا بنشتري، عشان بعد كده بقى لما يتصنع منهم المفروض ان هم يبقى من ضمن وظائفهم ان هم يساعدوا الناس لما ينزلوا يعملوا شوبينج. طيب حلو قوي. خد انت لذيذ بقى يساعدك وانت بتشتري بدلتك، وانا بقى اخد زومبا تساعدني في الحاجات اللي انا هجيبها الاوبن داي. نعم. هو انت اصلا مش نازله عشاني؟ لا طبعا يا حبيبي، نازله عشانك، بس انا محتاجه اجيب شويه حاجات مهمه قوي للاوبن داي. حاجات اللي انت هتجيبيها للاوبن داي من هنا يا ساره؟ هو مش المفروض الاوبن داي ده الحاجات بتبقى متجابه من بره مصر؟ انت هتنصبي على الناس يا ساره؟ يا سلام. طب ما كل الناس اللي بتبقى جايبه من بره بتبقى جايبه من مولات عادي يعني.
وبعدين يا حبيبي في سيل الايام دي، يعني لو ناقصك حاجه ممكن تجيبها. انا ولا ناقصني حاجه ولا عايز اشتري حاجه ولا عايز اصرف اساسا. لا مفيش مصاريف خالص، الكلام ده كان زمان يا حبيبي. وانا اوعدك ان اي فلوس هتتصرف النهارده هرجعها لك اضعاف الاضعاف من ارباح الاوبن داي بتاعك. انا هروح اشتري البدله بتاعتي، لو انا خلصت وانت ما خلصتيش اعملي حسابك ان انت هترجعي مواصلات. يا حبيبي انا هخلص قبلك اصلا، ده هم شويه اكسسوارز على لبس على ميك اب، يلا زوم بقى عشان متاخرين. لذيذ، شوف لي بقى فين اقرب محل بدل. بدل الرقص؟ اه ما انا رايح معزوم في الفرح عشان عندي نمره هناك. يا عم انت عايز محل بدل عادي. بدل غطس؟ انا غلطان ان انا بسالك اساسا. تعالى امشي ورايا وانت ساكت. اوكي. انت بتعمل ايه؟ ماشي وراك وانا ساكت. امشي جنبي وانت ساكت، امشي جنبي. اوكي. يا بنت حرام عليكي بقى طلعتي عيني، هنفضل طالعين نازلين كده كتير؟ حاضر. انت بتعملي ايه؟ انت قلتي هنفضل طالعين نازلين. يا بنتي انا ما كانش قصدي كده، انا كنت بستغرب، يعني جمله اخرها علامه تعجب. ما شفتهاش. هي ايه دي؟ علامه التعجب. وهتشوفيها ازاي في كلامي؟ يا ابني مش كده. ارجع ورا شويه. ييه انت بتعمل ايه؟ بساعدك. انا كده مش هعرف. ايوه هو مين في حضرتك بيقيس؟ انا بس بجربه. بتجربه؟ انا قصدي ان انا كنت بجربه يساعدني اقيس، عشان انا ناوي ان هو بعد كده يساعد ناس تانية ان هي تقيس. انا كده فهمت. لا فهمت ايه؟ بقول لك ايه يا لذيذ، روح خلاص انا هقيس لوحدي. خلي بالك من نفسك، البس بسرعه علشان ما تبردش. انت بتقول ايه يا لذيذ؟ انت لو عايز تاكد له اللي في دماغه مش هتقول كده. اتفضل لو سمحت امشي. اوكي. اتفضل يا محترم. ايه ده يا زومبا؟ ايه كل الحاجات دي؟ بجيب حاجات زي سارة. انا قلتلك تجيبي كل الحاجات دي؟ اتفضلي بقى روحي رجعيها. حاضر. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ فين الهدوم؟ رجعتها زي ما طلبتي. الله يخرب بيتك، يعني انا هقعد الف تاني من الاول وادور على هدوم ومقاسات وزفت؟ اتفضلي بقى قدامي. ابتدينا نهبل بقى. زوم بصي كده العصفوره. الو. ايوه تيتا، صباح الفل. صباح النور يا يوسف يا حبيبي، وحشتني والله. وانت وحشتني اكتر. اسكت يا واد يا يوسف، امال عامله لك حته مفاجاه. ما تقوليش جايه. جايه ايه؟ لا خلاص انا وصلت وفي الجنينه دلوقتي. يا تيتا انا لسه بقول لك ما تقوليش جايه. طب بقول لك ايه، روحي. قصدي ما تدخليش. انا هاجي لك، اصل مفيش حد في البيت. بس عاوزه مني حاجه يا حاجه؟ عاوز منك ايه؟ يلا امشي. طب الاجره طبعا عشان اتكل على الله. امال مراتك فين يا حبيبي؟ مراتي في البيت. والهانم امك فين؟ بتعمل ضوافرها عند الكوافير؟ لا يا تيتا. راحت كلاس اليوجا. كلاس يوجا ايه بس اللي ماما هتروحه يا تيتا؟ ماما برضو في البيت. ممكن تمشيني يا حاجه؟ طب يا حبيبي ما تتاخرش عليا، انا هقعد استناك مع ميرفت، وانت عارف انا ماليش تقل عليها. حاضر، انا بس هخلص حد جايلي كده وهاجي على طول. حاجه ممكن امشي؟ يو اتفضل. كده 50 جنيه؟ ده انا جايبك من طنطا، عايزه تدفع 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا جشع يا طماع انت؟ هم 20 جنيه بس، هات الباقي. انت عايز تاخد باقي 50؟ بقول لك يا حاجه، انت اخر مره سافرت فيها دي كانت امتى؟ ما بقاش فيه الاسعار دي خالص. اسعار ايه يا جشع يا طماع انت؟ انت ست كبيره، انا لو لمستك هشيعك. تي
شيء مين يا معفن يا جربوع انت؟ انا لو اديتك واحدة من العكاز بتاعي هوديك لاستباليا ومنها عالسجن. يا ست حرام عليكي، انت عاملة البولكة دي كلها عشان دفع 50 جنيه؟ حرمت عليك عشتك. انت فاكر ايه؟ عشان جايبني يعني مكان شيك وفيه زرع وخضرة؟ خلاص افتكرتني من سيدات الروتري. انت عاملة البولكة دي كلها عشان خاطر 50 جنيه؟ لا، هم 20 جنيه بس، هات الباقي. وبعدين معاكي بقى يا سارة، مش تشدي حيلك كده يا حبيبتي وتفرحينا بكتكوت صغير امور وطعم زي يوسف كده؟ احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده امبارح؟ هو امبارح بس يا طنط، ده اول واول اول، ده كل يوم، ده حضرتك ما بتفوتيش يوم غير لما بتقوليلي. ويا ريته جاب نتيجه ولا اثر فيكي. انت عارفه نجوى بنت عمته اول ما اتجوزت ما فيش شهرين فاتوا الا وجابت توأم. وعارفه بقى ناهد بنت عمته الثانيه اول ما اتجوز هو اسبوع واحد وقالت لنا انا حامل. عارفه مصطفى ابن عمه؟ طبعا اذن حضرتك بس هرد على التليفون. الو. ايوه يا ساره. ايه يا حبيبي، في حاجه؟ بقول لك ايه، هتلاقي تيتا داخله دلوقتي عليكي، اوعي تقولي لها ان زومبا روبوت لحسن عندها فوبيا، وانا هبشرح لك لما اجي. يا نهار اسود، دي على باب الجنينه فعلا يا يوسف. طب يلا الحقيها. سلام. مين يا ترام؟ سيدة عجوز. يا نبوية روحي افتحي الباب. كل حاجة نبوية نبوية، انا بشتغل عندكم مش بتعملوا في الواحد كده. حرام عليك، اوعي بقى تروحي. ايوه ايه ساعة عشان تفتحوا الباب؟ 50 ثانية. انت مين يا بنت انت؟ انا نبوية. كبرتي يا نبوية وبقيت شبه امك الله يرحمها. الله يرحمها. يلا عقبال ما تحصليها في حياتك ان شاء الله. اهلا اهلا، نورتي. انت لسه عايشه؟ انا برضو اللي لسه عايشه، سبحان من له الدوام. اهلا يا تيتا، ازيك؟ عامله ايه؟ نورتينا. ميرسي. ايه بس لزوم التعب ده كله؟ لا يا حبيبتي، ده مش عشانك، انا بحب اجيب اكل معايا عشان بقرف اكل عند الناس. اهلا وسهلا. اهلا. ايه؟ وقت البريك. مش وقت بريك دلوقتي، في حاجات مهمة لازم اخلصها وفي عميل على وصول. ايه يا ابني بقى؟ لازم بريك بعد 4 ساعات شغل. ده في الظروف الطبيعية يا حبيبي، انما في اللطة اللي احنا فيها دي لازم نيجي على نفسنا عشان اعرف الم الفلوس اللي لازم اسددها. اتفضل. ايه ده؟ خاتم هدير نسيته في الحمام. وانا اعمل بيه ايه بقى؟ بيعه وخد فلوس. اولا انت قلت ده بتاع هدير، يعني اكيد هيطلع فلسه. تاني حاجه دي كده يبقى اسمها سرقه، مش عايزه. اوكي. نهار اسود. وإذا ما جيت؟ استني، لذيذ بره. يا يوسف ايه التوتر ده كله؟ طب ما نقولها وخلاص. بقول لك ايه، ست كبيره وفوبيا واسمعي مني، جدتي وانا عارفها. لذيذ. نعم. شش، وطي صوتك، خش بسرعه، مش عايز اشوفك لحد اخر اليوم. اوكي. خش. ايه منوره يا تيتا والله العظيم، ده ايه النور ده؟ ده البيت نور. وحشتيني. وحشتيني يا حبيبي. انت كمان وحشتيني. وحشتيني قوي. الله يخلي. ايه ده ايه ده ايه ده، ده انت كبرت اهو وبقيت قمر. ده انت اللي صغرتي وحلوتي واتدورتي يا تيتا. يا واد يا بكاش، طول عمرك دمك خفيف وطعم ولذيذ. نعم. ايه ده؟ مين ده؟ ده صاحبي. صاحبك ولا ابن خالتها؟ هو صاحبي وابن خالتها. طب وبيعمل ايه هنا؟ ده بقى ده كان متجوز واحده، مراته ضحكت عليه، سرقت فلوسه كلها وشقته كمان، فجه بقى يقعد عندنا كده كام يوم. بروف بروف. خطيره ساره دي. الواد ده باين عليه غلبان قوي، يعني هي مراته خدت كل اللي حيلته واديته زومبا. نعم. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. وتطلع من دي رخره. دي 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 بنت خالتي. بنت خالتك ولا صاحبتها؟ بنت خالتي يا تيتا، اللي هي من ناحيه ماما. مش فاكراها ازاي؟ لا مش فاكراها. هي دي بقى الواطيه اللي قلبت جوزها. احنا بقى جايبينهم هنا عشان نصالحهم على بعض. فهمت فهمت، بس دول مش لايقين على بعض خالص. سبحان الله بقى يا تيتا، سبحان الله.
ليه كده بس يا بنتي تزعلي؟ ما بزعلوش. ايه دي بتقول ايه دي؟ العربي بتاعها مكسر، اصلهم مش من مصر. الله، امال انتوا منين يا ولاد؟ حرفيين. استراليا. بصي بقى، هم اصلا من استراليا. ايوه. حبوا بعض في كندا، اتطلقوا في اليابان، وهيتصالحوا في مصر بعون الله. الحمد لله، ربنا يهدي سرهم. ليه كده بس يا بنتي؟ انا لو منك اشيله في عينيا. حاضر. لا 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 يا زنبه، انت هتشيليه بجد، بتموت في الهزار، بتموت في الهزار. خش انتوا بقى واحنا هنسهر مع تيتا شويه. حاضر. السهر غلط على صحتك. معلش يا لذيذ، عايز انا بقى اتعشى مع تيتا واقعد معاها شويه. هحضر لك العشاء. ايه ده، هو مين جوز مين؟ انا هحضر العشاء وانا موجوده، وانتوا كل يوم هتساعدونا يا جماعه. خشوا بس، خشوا ارتاحوا. اوكي. واخبار الارض والمحصول ايه؟ وانت مالك انت ومال الارض والمحصول؟ انت هتنقع على حته الارض اللي سابها لي المرحوم جوزي؟ ايه، عايزه تورثيه بالحياه؟ حياه ايه اذا كنت بتقولي المرحوم؟ هو انا قلت حاجه؟ بالهنا والشفا. تعبناكي معانا يا سارة. والله ايدي ورجلي ورمت عبالة ما عملت الاكل ده كله. انا بقول سارة. صحيح، وعلى رأي المثل اكدب تلاقي وما تغنيش لحمائي. ما كانش له لازمة التعب ده يا سارة. يا تيتا تعب ايه بس؟ دي سارة صممت تعمل لك الاكل بايديها عشان تأكد ان هو يعجبك. يا حبيبي، انا لما عرفت ان انا جاية جبت الاكل بتاعي معايا، علشان انا ما اضمنش الاكل من ايد مراتك، خايفة تكون زي امك. لا 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 يا تيتا، دي سارة تمام والله. وانا يعني اللي مش تمام؟ يا ماما مش قصدي والله العظيم. ايه ده، امال فين اصحابكم؟ ناموا ناموا. ايه ده، من غير ما يتعشوا معانا؟ ما هم دول اصلهم بيناموا بدري، انت عارفه بقى يا تيتا الاجانب والسيستم بتاعهم. لا يا حبيبي، انا ما ينفعنيش الكلام ده، لازم يتعشوا معانا. ولو كانت امك ما علمتكش الاصول اعلمها لك انا. رايحه فين يا اخت؟ رايحه اجيب حاجه واجي. لا ما تجيش. سبحان المعز المذل. طب تيجوا ناكل بقى؟ يلا ناكل. لا، انا مش ممكن اكل من غير ما يجوا اصحابك. اصلا يا تيتا مش هينفع اخش عليهم عشان الخصوصيه، وانت عارفه بقى الاجانب في الحاجات دي. لا خلي عنك انت، انا بقى اللي هناديهم. هم اسمهم ايه؟ لذيذ وزومبا. يا عزيز يا بومبا، العشاء جاهز. هم ما جوش ليه؟ عشان حضرتك بتقولي اساميهم غلط. اسمهم الحقيقي لذيذ وزومبا. إيه يا لذيذ يا زومبا، العشاء. حطوا يا حبيبي. ايه ده، انتوا بتخلوا الضيوف يعملوا لكم شغل البيت؟ لا، اصل هما بيعتبروا نفسهم صحاب بيته كده يعني. طب اقعد كل واكل زومبا مراتك. مش باكل. مش مراتي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لحقوا يتخانقوا، دول لسه متصالحين. ما هم بقى كده يا تيتا، يتخانقوا ويتصالحوا، ويتخانقوا ويتصالحوا. أجانب بقى، هنعمل إيه؟ طب أنتوا غسلتوا إيديكوا؟ لا. طيب بص يا تيتا بقى، عشان أنت عارفة النظافة والحاجات دي، فلازم أخدهم عشان يغسلوا إيديهم. يلا يلا تعالوا نغسل إيدينا. أوكي. ها. ده انا لقيت صوابع عيل صغير مبصمه جوه. ده غير لحوسه الشوكولاته. في ايه يا باشمهندسه؟ لا، المكان ده ما بيتعملش كده خالص. سؤال بقى، انت الصبح بتدوري وتدي اوردرات على طول ولا بتهدي عليها الاول؟ لا بدورها وادي اوردرات على طول. لا مش مع المكنه دي بقى يا باشمهندسه، الكلام ده مع المكن الحديث دي، تدوريها وتهدي عليها شويه، الكهرباء تمشي في السيور توصل في اقسم بالله لو عديت هنا تاني هتبيعها لك. لا مؤاخذه يا باشمهندسه، المكنة دي تدوريها، تستني الكهرباء تخش البوجيهات تمشي في السيور، توصل لصدر المكنة تاخد وتدي معاكي، إنما الكبس ده هيجيب وش سلندر، لو دي جابت وش سلندر هنجيبه منين؟ ده لا حرفيين ولا لبيني ولا استيراد ولا جديد، ملوش سكة. لا وعلى إيه؟ أي خدمات مني؟ طب بقول لك يا عرفة. أمورها يا باشمهندسة. ما تقول لي كده إزاي أسحب الداتا من الروبوت؟ لا ما أنا ما اتحاسبتش على اللي فات، هتكلم في الجديد، حطي نفسك مكاني، أنا غلبان أصلي. اتفضل يا سيدي. مالوش لزوم الباشمهندس بيزعل لما بيعرف ان خدت فلوس، وبعدين ايه العشرات دي انت شغاله على ميكروباص؟ دي حاجه بسيطه كده. ماشي، عامة الروبوتة دي الباشمهندس يوسف موصلها بموبايلك، يعني تقدري توصليها وتنزلي الداتا اللي انت عايزاها. ما انا بقى مش قصدي الروبوت دي، انا قصدي الروبوت التاني. لا، الروبوت التاني دي امانه، وانا الباشمهندس بيستأمنني
ما الورق الكبير موجود، ما طلعتهوش من الاول ليه؟ ماشي يا باشمهندس، خدي الفلاشه دي هتوصليها بالروبوت الداتا اللي انت عايزاها تنزل لك عشان تراقبي يوسف براحتك. ميرسي قوي يا عرفه، والله العظيم مش عارفه اقول لك. هو انت ازاي عرفت ان انا هراقب يوسف؟ يا باشمهندس عيب، ده انا في الشغلانه دي من وانا بيبي صغير. ايه ده؟ هتعمل بيبي؟ ثانيه واحده اثبت. انت ما صلحتهاش كويس بقى. لا شغاله والله، انت بس لو عندك تقله ولا حاجه تحطيها من ورا، وبعدين بقى اقول لك دي عشان تظبط معاك الصح. تطلع بيها على مغسله واديها واحده كيماوي وقولي عرفه قال. سلام عليكم. شكرا يا عرف. ما لازم يهنك طبعا يا باشمهندس. احمد ربنا ان هي جت على التهنيجه بس، انا مطلع زباله من جوه يا باشمهندس. قشر لب، كياس كاتشب، لعبه الهابي ميل. انا لقيت جوه بواقي تصدير، انا مش عايز اقول لك انا شفت ايه. بسم الله. قول الله 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 الله. بص بقى يا باشمهندس، انا لسه بقول لك ايه والاقي ايه. اهو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. بص يا باشمهندس، يعني ده روبوت جاي من اليابان، ده انا لو ركنه في خرابه مش هطلع منه البلا الازرق ده. يلا قول ايه يا دكتور؟ ايه حاسبه الماني ولا ايه؟ الروبوت اصلهم بيلقطوا بسرعه قوي في السن ده. الا بيلقطها يا باشمهندس، خلي بالك انا في حاجات مش عارف افهمها له، يعني النظافه الشخصيه بتاعت الروبوت، نغسل ايدينا، نتقل واحنا بنغسل ايدينا، مش اي حد يقول لنا اي حاجه نعملها، ما تيجي نروح مش عارف فين، ما تيجي تحت السلم تشيل معايا، مش حلوه يا باشمهندس، دي تربيه. اسمع بقى اظبط كده. ها مين اللي عمل فيك كده؟ زياد الرزل. يا حبيبي انا اللي بكلمك، انا مش لسه ظابط زوايا. زياد الرزل. لا احنا ريبوتات محترمه وما تقولش رزل، ولا انت لسه مهنج؟ مش مهنج ولا حاجه، زياد ده رزل فعلا. تمام يا باشمهندس، انا كده اتوكل على الله. كل سنه طيب. بقول لك ايه، اعرف امر يا باشمهندس. هو انت عديت على البيت النهارده عملت حاجه في زومبا؟ لا. ولا لا؟ بس بالصدفه يا باشمهندس، معدي جنب بيتك بالصدفه لقيت الباشمهندسه ساره واقفه هي والانسه زومبا في الشارع ومهنجه منها. اسيبها، دي مرات اخويا. نزلت فكبت هنيجي الزومبا وعملت الباكب وخلعت وما ترضتش، والله ما نزلوا لي كوبايه شاي. كان معاهم حد تالت؟ لا هم ما كانش معاهم حد، هي الباشمهندسه والانسه زومبا بس. متاكد؟ ايوه متاكد. هو في حاجه يا باشمهندس؟ مفيش، يلا روح. هو في ايه؟ طب ما في كوبايه شاي. اوه مشروع لبس هالوين؟ لا والله خالص، ده انا اصلا كنت بفكر في افكار مشروع جديده كده، بس الهالوين ما كانش واحد منهم الصراحه. امال مالها لابسه كده ليه دي؟ مش عارفه، يمكن بتقلدني مثلا. يلا بينا. يلا. سلام عليكم، ازيك يا باشمهندس؟ عامل ايه؟ اتفضل. الحمد لله. ازيك يا رمضان؟ في ايه؟ دي هديه بسيطه كده عشان ربنا يفرحنا كلنا. طب متشكر. حسابهم كام دول؟ لا حسابها وصل يا باشمهندس، عيب لما تقول كده. طب شكرا يا حبيبي. يلا. الله يخليك. انا عارف والله باين في عينيك ان انت زعلان مني عشان اتاخرت، بس عقبال ما كنت بكوي الحاج والله. في ايه ياما؟ هو ده واد البيت الحلو اللي انت هتعيش فيه؟ الله، امال العروسه فين يا واد؟ ايه ده؟ في ايه يا ابني انت؟ في ايه يا باشمهندس؟ انت بتبخ في وشنا ليه؟ ما عمالين نحننك ونهننك من الصبح، في ايه مالك؟ احنا جايين نفرد الكلام مع بعض ولا العروسه ما قالتلكش؟ عروسه مين؟ لا طبعا قالت لنا. اتفضل. طب ما تتكلمي بدل ما كنا هنقتل بعض دلوقتي. معلش اتفضلوا. تعالي يوسف عايزاك. تعالي يا زومبا. اجي معاكوا؟ ده العشم واخده كده ليه ده؟ معلش تعالي بس قول. تعالي ياما اتفضلي. صلى على النبي، ده احنا بقينا نكوي بره. اللهم صل على النبي. اهلا وسهلا. اهلا بيك، ربنا يخليك. بصي بقى ياما، الشغل البلدي اللي معمول هنا ده كله انا هفجره. الشجر ده هيبقى شجر مانجا، الكنب ده هيبقى سجاد لان مفيش حد بيقعد هنا في الصاله اصلا، تمام؟ والتلاجة اللي ورانا دي انا هبيتك فيها باذن الله ياما. ممكن بقى تفهميني الحوار اللي دار ما بينك وما بين رمضان بالظبط؟ كنت واقفة معاكي. عارفة ايه اللي انقذك مني دلوقتي؟ ان الجرس ضرب. روحي افتحي الباب. يا رب انا عملت ايه في حياتي عشان يحصل فيا كل ده؟ يا رب انا تعبت. يا صباح الجمال. صباح الجمال. اللهم صل على النبي، وانا باجي كل يوم عشان الحركة دي. الجميل عامل ايه؟ مين الجميل؟ انت الجميل. هو في جميل غيرك يا جميل؟
معرفش. أنا بقى أعرف. أنت ست البنات كلهم يا زومبا. شكرا. عفوا. في إيه؟ هو الكلام على قد وناشف ليه كده؟ حتى لا تنفذ البطارية. طب حتى لا تنفذ بطارية قلبي بقى. مش هتحني يا جن؟ جن. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يا زومبا بتخديني ليه؟ ده أنا جاي ونفسي تقولي بحبك. بحبك. بصوت عالي. بصوت عالي. قولي بدوب في دباديبك. بدوب في دباديبك. قولي أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. أرنبنا في منور أنور وأرنب أنور في منورنا. ياه! أخيراً حد قال صح زيي. طب عشان اللسان المطلوق العسل ده أنا هاجي أتكلم مع الباشمهندس يوسف النهار. تعالى. هجيب أبويا وأمي ونجيلك بالليل. تعالى. ياه! ده البت ده هيبقى والدباديب دوب. ماشي ماشي خلاص خلاص. بقولك إيه؟ أنا عايزك تلبسي وتتشيكي كده وتبقي على زومبة عشرة. حاضر. ماشي 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 يا عروسة. أنا مش عروسة. لا ما أنت هتبقي عروسة. ها 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 أعجبني. فأنت بقى لبستي وتشيكتي وقعدتي تستني عريسك. آه يا شيخة بس آه إيه. طب خلاص يا يوسف اطلع بقى اتصرف ومشيهم وقول لهم ان هي روبوت وخلاص. على فكرة الواد اللي بره ده لو عرف ان هي روبوت مش هيفرق معاه خالص، وهتلاقي النهاردة هو واهله سياحوا في الشارع ان هي روبوت، ولو فكرتي تنزلي زومبا بعد كده ما تستبعديش خالص لو لقيتيها ما رجعتش. عندك حق. مش عارفة اصلا هو واهله اللي قاعدين بره دول مبسوطين قوي كده على ايه. عشان بيحبني. بس يا زومبا اسكتي. بقولك ايه؟ ايه؟ مش هما جايين يتقدموا لها على اساس ان هي شغاله عندنا وان انا ولي امرها؟ انا بقى هطلع وهطفشهم بطريقتي. صح صح صح. انت ما تتكلميش خالص وما تتحركيش من هنا، انت فاهمه ولا لا؟ حاضر. منور رمضان انت والحج والحجه. بنورك يا باشمهندس. بس انا عايز اوضح حاجه، دول مش الحج والحجه، دول زباين عندنا في المحل، انا جبتهم بس عشان الشكل يعني. بس دخلت عليك ها؟ الغلاسه دي ايه ده؟ امال فين زومبا؟ فين العروسه؟ يا زوزو يا زومبا. هو وبعدين في العشم ده؟ معلش بس ايه ده؟ نعم. انت ايه اللي جابك؟ نده عليا جريه يا باشمهندس. ما هو مفيش حد غريب، انا عارسها ودول كانهم حماها وحماتها. اقعدي يا عروستنا يا قمر. حاضر. قال قولي لي يا عروسه بتحبي رمضان؟ اه ايه ده؟ ده انا اتكسفت. طب اعتقد كده مفيش حاجه منعانا يعني اننا نقرا الفاتحه. بسم الله. لا 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 بالراحه بس يا جماعه، نتفق الاول نتفق الاول. طلباتك ايه بقى مننا يا باشمهندس؟ لا هو مش موضوع طلبات ولا حاجه، بس هو احنا يعز علينا في ورق زومبا وعلى ساره بالذات، لان احنا بنعتبر ان زومبا دي زي بنتنا بالظبط. شكرا. والله يا باشمهندس زومبا. شكرا. عفوا. يعني هتبقى في عينينا الاثنين. اطلب بحر طلبات، بس اهم حاجه نتقي الله واحنا بنطلب. لا هو ولا بحر ولا حاجه، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا انكم بتشتروا الراجل. عارف عارف موجود. لا ولا تفرق معانا، احنا اهم حاجه بالنسبه لنا الماديات. مش موجود. انا اسف. والله طيب مفيش نصيب. لا 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 خلاص يا باشمهندس خلاص، اقعد اتفضل. قولوا انتوا عايزين ايه؟ كل طلباتكم مجابة بأمر الله. احنا طلباتنا بسيطة، 1,000,000 جنيه مهر، 1,000,000 جنيه شبكة، 1,000,000 جنيه نفقة متعة، 1,000,000 جنيه. وهستلم على البحيرة بعد الملايين دي كلها ومتشطبة ولا نص تشطيب؟ هي فيلا ولا عروسة؟ وبعدين نفقة متعة ايه؟ هي جوازة ولا طلاق يا جماعة؟ ايه ده، هي النفقة دي ساعة الطلاق؟ طب خلاص يا جماعة مش مهم النفقة خالص، بس الفرح يكون على البحر في الجونة وشهر العسل في المنزل. هو انت هتجيب الطلبات دي كلها يا ابني؟ ما بيتكلمناش احنا يا حاج، اكيد بيتكلموا في التليفون. وميت مره اقول لك ما ترميش ودنك مع حد بيتكلم. وبعدين حتى لو بيكلمنا انا، فالظاهر يا باشمهندس يوسف انت نسيت انا مين ومكانتي في المجتمع ايه. مكواجي. عشان كده كنت داخلين على طمع. انت فاهم غلط يا باشمهندس، العبد لله اللي بيوصل المكوى للناس. يعني كتير. يلا بينا. لا لا مش كتير يا باشمهندس، بس هي الطريقه بس.
تعرف اللي قدامك ده يوميته كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه غير التبس، التبس اللي انت بتديهوني مرة وعشرة لأ يا جو. طب خلاص بقى يوسف، معلش نساعد العرسان. خليها برشلونة خلاص. تروحي برشلونة يا زومبا؟ حاضر. وحضرتك قريبتهم، انت بتتكلمي ليه؟ الفطار يا لذيذ، ارحمني انا مش عايز اكل. ما بالراحة عليها يا باشمهندس، بالراحة على الجدع. لا ياما، ده لذيذ، ده لذيذ جدا. انا حياتي في المكوى علمتني حاجات كتير قوي، واقدر اقولك ان العرض بتاعك ده كتير عليا. حقك، وحقنا احنا كمان نخاف على بنتنا ونقدرها زي ما احنا شايفين. فانا بقول يلا بينا نقرا الفتحة. يلا هنقراها ان شاء الله، بس مش دلوقتي، لان احنا كنا نازلين النهارده نتفرج ونبص، مش نازلين نشتريها. فانا اتشرفت بمقابلتك، ونتقابل في وقت تاني. وانتوا هباتوا ولا هتيجوا معايا؟ شكرا. يلا لف لفتك، وزومبا محجوزه لك ان شاء الله. ربنا يعمل اللي فيه الخير. ايوه يا ساره، بقول لك ايه، انا هطلب منك طلب، واهدي كده وما تتخضيش. انا عندي فرح بكره وعايزك تحضريه معايا. فرح مين ده؟ فاكره ريم المهندسه اللي كانت بتشتغل معانا هنا في الشركه وارتبطت بكلاينت ومشيت وسابت الشغل؟ ايوه. طب وانا مالي انا؟ ما تاخد الناس بتوع الشركه وتروح انت. لا انا عايزك تيجي معايا. وبعدين بيني وبينك، ابو العريس رئيس بنك كبير، وريم قالت لي ان هما بيجددوا ابلكيشن البنك، فعايزه اروح اتعرف على الراجل كده يمكن. طب ودي حاجه مهمه قوي يعني؟ ايوه طبعا مهمه. انت عارفه البنوك بتدفع كام في الحاجات دي؟ طيب بس بكره صعب قوي يا يوسف، وانا ما عنديش حاجه البسها. ماشي يا ساره براحتك. بالسهوله دي؟ قول بقى ان انت مش عايز تاخدني معاك عشان عايز تعيش حياتك وترقص وتتبسط وتسيبني انا محبوسه هنا في البيت. لا اله الا الله يا بنتي، ما انا عماله اتحايل عليكي من اول المكالمه وانت اللي مش راضيه تيجي. اقول لك على حاجه، طيب البسي اي حاجه لبستيها في اي فرح قبل كده، وكده كده محدش يعرفنا في الفرح ده، وما تبقيش تتصوري. هشوف. انا حاسس ان انتوا بقيتوا اهل يا باشمهندس. ولا اهلك ولا نيله ما تزيطش. ريم هي اللي اصرت ان كل موظفين الشركه يحضروا الفرح. اهم حاجه ما تعمليش فضايح، ولو حصل وعملت فضايح اياك تقول لهم ان انت جاي معايا او تعرفني اصلا. انت زعلت يعرف عشان يوسف بيستعر منك؟ لا بالعكس، دي دموع الفرح، عشان هعمل اللي انا عايزه. ولو اليوم عدى على خير يا عرفه، انا هروحك في تاكسي كمان، بس يعدي. لا انتوا كده اكيد مخبين عليا حاجه، في حوار بقى يا باشمهندس وعاملينه عليا، هروح في تاكسي. عرفه مش عارف اجيبها له ازاي. عرفه انت عندك مرض خطير، واحنا بنفرحك في اخر ايامك. ممكن ننجز عشان نلحق الفرح؟ طالما اخر ايامي يبقى يلا نلحق الرقاصه. يلا يلا يا باشمهندس. عهد يلا مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرف يا ريس. اهلا وسهلا يا فندم الشيف حدين. يا اهلا وسهلا زحلة بورما عليك. ايه هو ايه المكان اللي ريحته تجنن ده؟ ده البوفيه يا فندم. يعني الاكل هنا؟ يا فندم. يعني ولحمه وفراخ لحمه وفراخ وغزال كل حاجه. الله يفتح عليك. طب اي حاجه، لان انا جاي دافق مشوار وعلى لحم بطني. معلش والله يا فندم انا اسف، الاكل لسه ما طلعش. لا ما تهزرش يا رجعان والله العظيم. معلش يا فندم البوفيه لسه ما فتحش، انا اسف. يعني لازم في الميعاد؟ معلش انا اسف، ما انا عشان اخف عليك الزحمه اللي جايه. معلش والله اول ما البوفيه يفتح. طب انا هستنى هنا. استنى يا فندم. استنى هنا. ماشي ماشي انا مستني بقى. ماشي بس بعد اذنك ممكن دي عشان بشتغل بيها؟ ماشي شكرا. بس انا هفضل هنا. ماشي يا فندم. انا مستني اهو. هو مش يلا بقى ولا ايه؟ لا لسه يا فندم شويه. هو ايه اللي لسه؟ لسه لسه يا فندم. طب يعني انا نفسي افهم ايه اللي معطلك؟ في اكل والله بيستوي جوه. طب اديني اللي استوى ادوق واقول لك رايي. معلش لازم كله يطلع مره واحده. طب معلش سؤال. اتفضل. هو كل واحد ليه قد ايه ياخده من الاكل ده؟ لا كل زي ما انت عايز. ما تقولش كلام انت مش قده. لا قده على مسؤوليتي. يعني اكل كل براحتك. طب الحساب كام؟ ببلاش. هو ايه اللي ببلاش؟ كله هنا ببلاش. الاكل ببلاش؟ ايوه. يعني مفيش مينيت تشارج؟ مفيش ايه؟ مينيت تشارج مفيش؟ لا لا مفيش مينيت تشارج. لا ربنا يفتح عليك في المشروع ده. الله اكبر. مشروع. الله اكبر. ربنا يبارك لك فيه وتزود فروع يا رب. والله العظيم دي حاجة هايلة جدا. بس معلش بقى انا عندي سؤال. اتفضل. هو لو واحد ما اكلش في بوفيه قبل كده او ما اكلش خالص وحب ياكل ويحلي، ايه الاجراءات؟ يعني اجيب ورق ايه؟ هات ورق زبدة. ورق زبدة؟ يا عم بهزر معاك، ورق زبدة ايه؟ حبيب. تعال اسيلي كل براحتك، مفيش اي اجراءات. حبيبي والله يا شيف حدين اقسم بالله. بس على فكرة بقى انا مش أول مرة أجرب الموضوع ده. والله جربته فين قبل كده؟ عندنا.
بس اللي بينزل اكله ما اختارش. الكلام ده غالبا بيبقى في رمضان. ايوه دي موائد رحمان، ده النظام هناك، اللي ينزل لك تاكله. وده النظام في السجن برضه. انا متهيالي كده بقى حلو قوي وكده كتير يا سيدي. لسه هو ايه اللي لسه؟ انت تبع خروف. خروفين إيه؟ انت بتعلي عليا يا شيف. والله ما بعلي عليك فعلا، دبحين خروفين إيه؟ ده ايه الحلاوه دي؟ الله اكبر عليك. الحمد لله. طب معلش بقى سؤال. قول يا سيدي. هو انتوا بتعرفوا منين ان انا تبع الفرح؟ يعني لازم اطلع كارنيه او في الافراح ولا اي حاجه؟ انت مش مدعو في الفرح؟ خش كل. يعني محدش بيسال؟ ولا حد بيسال. طب والافراح امتى؟ كل يوم شغال. كل يوم؟ كل يوم والله، ما في يوم اجازه. ان شاء الله يا شيف تبقى معرفه خير، وانا اتشرفت بحضرتك وما يبقاش اخر تعامل. يا اهلا وسهلا، نورتونا. كنا بنقول ايه بقى؟ والله يا باشمهندس يوسف، واضح كده ان انت شاب جميل ومرتب وافكارك منطقيه، فياريت بقى لما تخلص زحمه العملاء اللي معاك نقعد مع بعض ونحدد ميعاد عشان اشغلك معايا. والله يا انكل، انا فعلا موضوع الزحمه اللي عندي ده صعبه جدا وعندي ضغط رهيب. بص مواعيدي في الكالندر فاضيه. مفيش مواعيد فاضيه. ممكن نقعد بكره؟ بكره ايه؟ انت مش بتقول انك مشغول جدا؟ طب ايه رايك النهارده؟ النهارده ايه؟ النهارده انا هسهر على الشغل بتاعي بتاع العملاء القدام عشان بقى ايه اعرف اقعد مع حضرتك بكره براحتك. طب ايه رايك نتقابل يوم يلا يا جماعه كل الضيوف تتفضل، البوفيه فتح. طب معلش انا مضطر اقوم واستاذن عشان الضيوف واطمن على البوفيه. ما تتفضلوا معانا. اوكي انت كمان تعال. شيف حديني. عايز ايه يا اخي بقى؟ بقولك ايه، الطبق ده لو ما كفاش اعمل ايه؟ ما يكفيش ايه وانت شايل مطبقيه في ايدك؟ ايوه افرض مش مكفيني، يعني اعمل ايه؟ حطه يا سيدي على الترابيزه وتعالى خد غيره. اسيب الاكل على الترابيزه؟ سيدي ما تسيبه على الترابيزه. ده انا بسيب الحاجه في بيتنا برجع ملاقيهاش. هنا مش في بيتكم، هنا امان. طب بقولك ايه، كل هنا ما حدش بيسال حد على حاجه. كل براحتك، اسمع مني، كل ما تسيبش نفسك كده، كل. حاضر. اسمع مني. حاضر. ها تلي بالاصفر تلي يا زهر كنيسة. حلو الفرح صح؟ أيوة حلو. وانت كمان شكلك حلو قوي. أيوة شكلي حلو قوي. طيب ما قلتليش ايه رأيك في شكلي؟ أيوة ما قلتلكيش رأيي في شكلك. ما انا عارفة انك ما قلتش، ما انا بقولك عشان تقولي انه حلو. انه حلو. شكرا، ربنا يخليك. تعرف يا لذيذ، انا نفسي في ايه دلوقتي؟ تبعتيلي صورك وانتي مش لابسه خالص. لذيذ. تلم واصبر كده على رزقك. انا نفسي اخدك كده ونجري على المأذون عشان تتجوزني. ما ينفعش اتجوز. هو ايه اللي ما ينفعش اتجوز؟ هو انت ما ينفعش تتجوز وما ينفعش تحب؟ هو انت في حد جرحك قبل كده يا لذيذ؟ ايوه. ايه ده بجد؟ طب قولي، انا حابه اعرف عنك اكتر، مين اللي جرحك؟ فصلت من يوسف ووقعت واتجرحت. ايه ده؟ هو ايه اللي، على فكره مش هتكلم معاك تاني ولا هقعد معاك تاني، انت كل شويه تستهتر بمشاعري. اوكي. ايه ده؟ هو ايه اللي اوكي؟ هو ايه اللي اوكي؟ باشمهندس معكش كيس اسود بالحجم الكبير بتاع الزباله ده؟ عرفه. ايه؟ ممكن ما تاخدش حاجه من البوفيه في الكيس وانا هجيب لك اللي انت عايزه لما نمشي؟ طب ناخد اللي هتجيبه واخد اللي هنا، في ايه المشكله؟ يا باشمهندس انا عرفت معلومه في منتهى الخطوره، الرز هنا اسمه بسمتي. عبي لي واحد بكتب مع اتنين في ثلاثة. في ايه؟ هيفضحنا الحيوان ده. وصل. الحمد لله على السلامه. صباح الخير. طبعا معلش، ممكن تاخد الشنط وتركني العربية؟ تحت أمرك. بقول لكم ايه، عشان مش عايزين بقى نقعد نعلق عند البوابة وتقعدوا تزمروا، فانتوا ممكن تمثلوا ان انتي واحدة حامل وجوزها. اوكي قول. اكشن اكشن يا سيدي. بطني الولد بيرفص قوي.
سلامتك من ال يا حبيبتي ربنا ينتعك بالسلامة. الولد شكله هيطلع شقي قوي اكيد طالع لمامته. لاي هو اللي انتوا بتعملوه ايه المشهد ده؟ حامل ومراته. اسمها حامل وجوزها. بقول لكم ايه، بلاش تقولوا حاجه، خلونا انا هتصرف على الباب لو قالوا اي حاجه. يلا انا عايزه اقومها بتاعتي هاتيها، انا عايزه اقوم هاتيها، انا عايزها، عايزه اقوم، انا عايزه العوامه. يوه انا عايزها. ايه ده، في ايه؟ مش قلنا تديني العوامه؟ ايه اللي عمل فيكي كده يا زومب؟ بلعب مع اصحابي. طب العيه حرام اديها له بتاعته. مش عارفه اقلعها. طب شد معايا يا حبيبي كده شد. يا نهار اسود يا لذيذ، الحق الولد يا لذيذ. اوكي بتعملوا ايه بقى ان شاء الله؟ بنشف لذيذ. وقفي البتاع ده. انت عارف بس لو كان في مروحه سقف هنا والله كان زمان نشف اسرع من كده. والله ده على اساس ان اللي انتوا بتعملوه ده بقى هيحل المشكله، كان لازم يعني تقولي له الحق الوادي يا لذيذ، ما كنت قلتي الحق الوادي يا زومبا. لا طبعا يا يوسف، زومبا تغرق ما بتعرفش تعوم. طب كنت نطيتي انت بقى يا اختي لما انت خايفه عليها كده. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اصل لذيذ صعبان عليا قوي، شكله بردان. كلمت عرفه بيه بقى لي ساعتين وقلت له يجي لي بسرعه عشان يشوف ماله، وكلمته من شويه قال لي داخل علينا. صباح الفل، ازيك يا باشا؟ انجلينا حبيبتي، ام انجلينا عارفك طبعا. كريستينا غيرك، مفيش حد هنا. ابو احمد صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الفل. صباح الخير. عرف يا باشا ازاي، ما عليك. اهلا بيك. انا كنت جاي للبشمهندس يوسف ومراته الانسه ساره. ايوه ايوه نزل عندنا فعلا ومعاهم عيالهم. ايوه انا عايزه بس قول له عرفه جاي. طب تحب اكلمه حضرتك؟ لا بيبقى من تليفوني بقى، انا معايا دقايق. شكرا بس لا لا خليها علينا المره دي. ماشي ايش تسلم يا باشا. طب استاذنك بس عشان في كلام خصوصي يعني بس. الو يا باشمهندس. ايوه ما انا تحت، انا في الاستيفا بتاعت الاوتيل اهو. طب خليه يوريك الاوضه واطلع يلا. طب اخد الويلكم درينك واجيلك. اطلع يا عرفه وانا هجيب لك اللي انت عايز تطفحه هنا. ما هو مش هينفع. طب ثانيه واحده باشمهندس، بتقول ايه يعني؟ يا عم انا معيش فلوس يا عم للكلام ده. الله يا باشمهندس شوف بقى حل معايا، بيقول لي مش هينفع غير لما احجز يوم بحاله بالاكل كله، وتبقى الاوضه شايفه البحر ونايل فيو وبوكيت ماني. بوكيت ماني ايه اللي هتاخده؟ لا مش ليا، هو اللي عايز، انا مش عايز حاجه. يا ابني قول له ان انت طالع ساعه ونازل على طول. بيقول لك مش فارقه ساعه من ربع. خليه يحجز لك طيب دي يوز على حسابي واطلع بسرعه عشان نشوف هنعمل ايه في لذيذ. يحجز لي ايه؟ يحجز دي يوز، دي يوز. قول له بس زي ما بقول لك كده. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، خد بيقول لك اعمل لي دي يوز. دي يوز دي. الو ايوه فندم. حاضر يا استاذ يوسف، حاضر. مع السلامه. انا كده بقيت معاك وخلاص صح؟ تمام. الغدا على كام بقى؟ الوقت اللي حضرتك عايزه. هي الحاجه بتطلع الاكل كام؟ عبيد. عبيد جدا. بس عارف ومن ساعتها قمت فاصله وسبته كده. انت تمام، انت صح يا باشمهندس، عملت الصح. هو كده كده من الطبيعي اي بورده بتجيلها ميه بتسافر. هنحتاج بقى ننزل السراج مول شارع عبد العزيز ونلفق بورده زي ما كنا بنعمل في زومبا. سهله. طب وافرض السيستم بتاعه حصل فيه زي زومبا وبقى بيهنج كده. لا انت بتتكلم صح يا باشمهندس. معلش بقى انا عندي سؤال. حمام البسين بيقفل الساعه كام؟ حمام بسين ايه وزفت ايه؟ ما نخلص اللي احنا فيه ده وبعدين نشوف حمام البسين ولا الزفت اللي انت عايزه. حاضر يا باشمهندس. والله لذيذ.
بسم الله. الله أكبر الله أكبر. لذيذ لذيذ. إيه اللي حصل لك؟ أنت حصل لك إيه؟ الصوت ده؟ ها كمل. الموضوع ده حصل لك امتى اول مره؟ ايه ده؟ هو انت فاهم هو بيقول ايه؟ شش ولا كلمه، انا مش فاهم ولا كلمه. امال هو بيقول ايه؟ بيقول غرق في البول. ياكي ياكي ليه كده يا باشمهندس؟ هو ايه اللي ياكي يا جاهل انت؟ البول ده اللي هو حمام البسين اللي انت كنت لسه عايز تنزله حالا. انا فاكر بقى انه وقع في البول وانا حطيت ايدي في القرف وكنت هضطر اغسلها. الحمد لله معفن. والله العظيم وقع غصب عننا، كان بينقذ الولد. غصب عننا؟ غصب عنك انت يا حبيبتي. طب دلوقتي يا جماعه معلش، انا عندي مشكله كبيره. انا محتاج كوبايه شاي ومحتاج اعرف مين الصنايعي الحمار اللي اشتغل فيه قبل مني. انت ربنا يبارك لك، انا كده فهمت كل حاجه. لذيذ سامعني سامعني ضحك. الحمد لله. قول لي بقى ايه اللي حصل يا دنيا. للاسف يا باشمهندس، لذيذ كده رطب ولازم يبات في الرز. يلا بقى لذيذ، يلا انا لو بعمل مندي كان زمانه استوى. يا اخي قول حاجه بقى يا لذيذ. اهلا انا. ايه ده اهو، يبقى كده الرز جايب نتيجه. حط رز تاني، حط وخضار. هو كان هيقول خضار وايه؟ هو الرز كان جايب نتيجه، انا منقيه ومتاكد منه والله. بس الرز خلص، الرز خلص. طب ما نزود له مكرونه. مكرونه دي يا ساره؟ هو احنا بنعمل كشري؟ احنا عايزين ننشف. يا سلام ضايقتك قوي مكرونه. ها بس ان انتوا بقى نعينه في رز كده وبتعملوه معامله الموبايلات ده عادي صح؟ لا انا همشي يا باشمهندس. لا مش هينفع الكلام ده، طالما بقى هي بتفهم وحلوه قوي الباشمهندسه تيجي تنشفه هي. اخلص يالا. ممكن اسال سؤال صغير؟ ها حمام البسين بيقفل الساعه كام؟ نتزفت نخلص من اللي احنا فيه ده وهبقى اخليك تعمل حمام في البسين زي ما انت عايز. وافتكر انك وعدتني. ايه ده يلحق؟ عارف مين جاي هناك؟ الفنانة هنادي هاني أحمد محمد مهنة، فنانة مصرية ولدت في فرنسا في مدينة شانتيه. ايه يا لذيذ في ايه؟ انت جايب المعلومات دي منين؟ مساء الخير. على فكرة أنا عاملة لك فولو على الانستا. ربنا يخليكي. منورة الدنيا. ده بنورك ميرسي. هو أنا كان عندي ميعاد مع باشمهندس يوسف، هو موجود؟ أيوة طبعا موجود ومستني حضرتك جوه. حضرتك منورة الدنيا يا عروسة يا قمر. ميرسي ده بنورك. قولي لي بقى ايه الجواز حلو ولا ايه؟ والله لسه بقى هيبان. لا ان شاء الله حلو انا متاكده. وبعدين احمد شاب مهذب ومحترم وشريك. يعني على ضمانتك يعني؟ ايوه طبعا على ضمانتي. قولي لي بقى، انا سمعت ان انتوا هتعملوا فيلم سوا صح؟ اشاعه. بالظبط كده، هو فعلا لسه ما فيش حاجه. يبقى اكيد هتعملوا مسلسل سوا صح؟ اشاعه. ما شاء الله واضح ان حياتك مركز. انت غريبه. امال هتعملوا ايه سوا؟ هيطلعوا في صاحبة السعادة. فكرة جديدة دي وحلوة. ألف مبروك يا قمر. الله يبارك فيك يا عقبالك. دعيلنا بقى إن شاء الله نحصلكوا قريب. لا ربنا معاكم. هو في قصة حب صح؟ من طرف واحد. طب هو باشمهندس يوسف موجود؟ لو هو مش موجود على فكرة اتس اوكي، ممكن اجي تاني. لا لا يا فندم موجود ومستني حضرتك، بس وعد ناخد سيلفي بعد ما نظبط الميك اب. هو الميك اب فيه حاجة؟ لا لا الميك اب بتاعي انا، اصلا ما بحبش استخدم فلاتر خالص، بحب اطلع حقيقيه في الصور. اوكي لا خلاص ظبطي انت الميك اب براحتك وانا اوعدك وانا ماشيه هناخد صوره مع بعض. حاضر النور. هنا صح؟ اتفضلي اتفضلي يا عروسه يا قمر. ربنا يخليكي. احمد برضه وقع واقف. لسه كتير يا زومبا؟ على ايه؟ على الكيك. فاضل 10 ثواني. طب تفتكري هتطلع حلوه؟ طبعا. لا هو ايه ده يا زومبا؟ ما اعرفش. هو
هو الصراحة شكله مش قد كده، بس مش مهم الشكل، المهم الريحة. ريحته ايه؟ وحشة. هو ريحته الصراحة مش قد كده، بس مش مهم الريحة، المهم الطعم. احنا بقى محتاجين نحط عليه حاجة تحلي طعمه وتحلي شكله. نحط عليه ايه؟ مفيش فايدة. بقولك ايه؟ بتفهميش في الكيك ما تفتيش، الكيك ده اصله لعبتي. انا بقى هحط عليها صوص كارميل وفراولة وهديها ليوسف على اني شاريها له. عارفة بقى ساعتها هيقول ايه؟ اه ايه؟ يا بطني امشي يا زومبا. حاضر. انا بقى عايزة اقدمها في حاجة حلوة. اقدمها في ايه؟ في الزبالة. اخرسي يا زومبا. بصي انا متاكد ان احنا لما نخلص شغل سمارت هوم هتتبسطي جدا جدا بيه باذن الله، وهتحسي ان هو رايحك جدا. اكيد انا متاكده، انا بشوفه كتير قوي عن صحابي، بس انا عايز اعرف ايه الفرق بينك انت او شركه تانية، فاهم؟ وعايز اعرف ديتيلز منك اهو، بتعملوه ازاي؟ لا احنا بنعمله طيب. بالاضافه لكلام الباشمهندس برضو، بما انك قررتي توضبي البيت وسمارت هوم، هو قرار الجواز ده نهائي؟ هو حياتك احنا متجوزين اوريدي. اوكي. بص يا فندم، احنا بقى بنعمل موضوع السمارت هوم ده بطريقه ديتيلد اكتر بكتير. اي حاجه ممكن تتخيليها في البيت بنربطها بالفويس كوماندز، التكييف، الستاير، مداخل البيت حتى لو عايزه تدخلي حد، وطبعا النور، بتقول يطفي النور نور النور. انا اسف، انا بس عشان عامل فويس كوماندز هنا ببصمه صوتي في المكتب، فلما بقول اطفي النور بيقوم نور النور، اول يعني ما بقول اطفي كده بيقوم طافي. او حضرتك ممكن تسيب النور مطفي، نور الفنانه كفايه. ميرسي، ربنا يخليك. بس وانا كل مره هبقى عايزاني اطفي نور هكلمك تجيلي تقول بصوتك اطفي النور وافتحي النور، ولا ايه النظام؟ يا جماعه في، انا بهزر، عماله بقولك شفته عند اصحابي وعارفه بيعملوا ايه وايه الفرق بينك وبين شركه تانية، اكيد فاهمه ان هو ببصمه صوتي يعني. ده انا قلقت والله. لا تقلقش. بمناسبه صوت حضرتك، انا عارف ان صوتك حلو، ممكن تسمعينا حاجه؟ مش وقته علاء، حاجه بسيطه بس كده. ممكن وقت تاني؟ اسمع على اليوتيوب مش مشكله. طيب لو كل حاجه تمام متهيألي كده ممكن نمضي العقود، صح؟ اه يلا بينا. طيب ادي هو العقود، حضرتك هتمضي ايه؟ عند الطرف التاني هنا. تمام، هو فاضل بس الفينجر برينتس بس، دي بعدين يعني. اه ده تمام. هنا بقى. ما بقتش تكسبني. اهدى شويه. ده تهريج. انا هعمل لكم مشكله. ده انا هفضحكم. ايه ده بس يا فندم، وخلينا افهم. انا مش فاهم ايه صعب في اللي انا طالبه. ست شهور عشان تسلموني؟ يا فندم لو سمحت حضرتك ما تزعقش، في عملاء جوه، وبعدين هو مين اصلا اتصل بحضرتك واتفق معاك على ايه؟ كمان عامله نفسك مش عارفاني؟ لا ده كده نصب رسمي. لا 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 كده كتير حضرتك، انا ما اسمحلكش، احنا حضرتك في شركه محترمه. في ايه؟ هو في ايه؟ باشمهندس يوسف صاحب الشركه. شركه؟ تقصدي صاحب النصبايا؟ انا عايز فلوسي، يا اما هطلع بالعقود اللي معايا على الاسم حالا. انت واخده منه فلوس ولا ايه؟ والله العظيم ما خدت حاجه، انا اول مره اشوفه. عن اذن حضرتك ممكن حضرتك بس تستني ثانيه واحده؟ والله العظيم ده سوء تفاهم، مفيش اي حاجه. ده انت جايب زباين جديده تقلبهم بقى. لا هو انا لازم امشي، معلش. لازم هدير تتصور سيلفي. معلش مستعجله، المره الجايه تبقى تاخد سيلفي. لازم هدير تتصور سيلفي. خلاص يا لذيذ، وصلها وصلها يا لذيذ. لازم هدير تتصور سيلفي. خلاص بقى. حضرتك ممكن تهدى وتوطي صوتك وتقول لي ايه اللي حصل؟ اه ده نصب رسمي بقى. والله بقى هسيبكم، انا هشمع لكم الشركه دي. حضرتك اتعاملت مع مين في الشركه دي؟ اقعدوا بقى شقطوني البعض. مش دي شركه كونكورد التامين؟ لا حضرتك دي مش شركه تامين اصلا. ايه ده بجد؟ والله دي مش شركه تامين؟ طب انا اسف والله، معلش. لا لا، ما مستحيل اللي بيحصل ده يكون صدفه. مستحيل برضو حضرتك اللي عمال تعمله معايا يعني. ظلم 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 ظلم. اتفضل حضرتك بقى رقي له وزود لي مرتبه. ظلم؟ كومنت. قري كده بسرعه. عايزاكي تعملي لي كيكه شيشه عشان خطيبي ما بيسيبش الشيشه من ايده. ها ها ها. اوكي حلو قوي، يبقى كده 4 شيشه و2 لابتوب و4 اكياس فحم. لا فحم ايه، احنا هنعمل بالخروب على طول. اتفضل. يزيد فضلك. وبعد كده اياك تتكلم مع حد في الشغل الا باذني. اوكي. روح اقف على الشاحن يلا. ده ايه بقى ده؟ تدبير منزلي. لا يا حبيبي، ده اليونيفورم بتاع المشروع بتاعي الجديد، سارة كب كيكس. الله كويس انك جيت في وقتك. يلا دوق كده، دي راد فيلفت بقى خطيره، انا اللي عاملاها. جميل. ايه ده؟ دي حراقة. حراقة زي بس يا حبيبي. الله يخرب بيتك، تحتتي يا زومبا. راد فلفل. دي هتبقى أول ديزرت في العالم.
بتجيب بواسير. انت بترن الجرس واحنا جايين نزور خالك، طلع الحاجة. ايوه الحاجة دي اديتها انا ايه؟ زومبا تحت امركم يا غلابة. دول طلعوا مركبين باب حديد جوه يالا. خلاص سيبنا انا اطفشها يا معلم. ما انت طفشت اللي فات. معلم ما فيهاش حاجة يا معلم، وبعدين انت مش قلت لي ان الشقة فاضية؟ مش عرفني. اتفضلوا. طيبة جدا. اهلا وسهلا يا طنط منوره. يا يوسف مش فاكرني ولا ايه يا حبيبي؟ ده انا ياما غيرت لك البامبرز. لا يا طنط هفتكر ازاي، ما حضرتك لسه بتقولي بامبرز اهو كنت صغير. لا ويوسف طول قوي مع البامبرز. كان مغلبني، كانت بطنه سايبه على طول. هتقولي لي ده انا مصوراك وانت بلبوس. خلاص يا طنط مش وقته. في ايه يا هدير عايزه ايه؟ وقفلنا كده ليه؟ بس مش متخيله حضرتك كنت يعني بالهيبه دي كنت تلبس بامبرز يعني. انت هتاخدي عليا بنت انت؟ عايزه ايه بقولك؟ باشمهندس رامي كان عايز الفايل. قولي له بعدين. طب مش لما تعرف انهي فايل الاول. يا اهلا وسهلا، ازيك يا طنط؟ ازيك يا رامي حبيبي، وحشني قوي. ببعت لك السلام على طول مع جو. هو مش بيوصل لك ولا ايه يا طنط؟ لا ما بيوصلش ابدا. لا يا ماما بوصل لك، بس انت تلاقيكي ناسيه. طب بتعملوا ايه؟ امرونا حاجه عائليه كده يا رامي، ما تشغلش بالك انت. جرى ايه يا يوسف؟ هو رامي غريب عننا؟ طنطك عفاف صاحبتي الروح بالروح، وبعدين تقريبا مربيه يوسف. دي كانت بتغير له البامبرز. خلاص يا ماما. اصلها جايه عشان عايزه اللي هي عايزاه. دي شركتكم، اوعى تكون هتاخد فلوس من طنط عفاف يا جو. شفت بقى، شايف الاصول؟ لا يا ميرفت، لا 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 معلش. لا يا طنط ازاي، والله ولا مليم، دي شركتك. بس يا حبيبي باي باي يا جو. ميرسي قوي يا ميرفت، ميرسي قوي يا جو يا حبيبي. على ايه يا حبيبتي؟ ده ابنك. صورتك معايا وانت بلبوسه طلعها لي. لا خلاص يا طنط انا مش عايز اشوفها. بطه جوع يا فرخه. تعرف تعرف معلش حته من التعب بعدني. جايبه جيلو يا لا والله شكرا مش قادرين والله خالص. ده لا والله العظيم كفايه، والله العظيم ما قادرين. زي الفل يعني. انتوا غلابه ولازم تاكلوا ببلاش. يا بتنام مغناطيسي ولا في ايه؟ مفيش حاجه حضرتك، احنا مش قادرين والله، احنا كده زي الفل يعني. معلش يا معلم. معلم معلش انا ممكن اقطع خيوطك مع حماتك. اقول لك يلا بينا نمشي بقى ونسرق ونلبسك. طب ما نشرب الشاي الاول وبعد كده نبقى نسرق. احنا هو مستنيين عشان ممكن نتقفش. يلا بينا معاك. طب يلا بينا. يلا 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 استنوا. وقعت على هدومك. ما نصيف هنا كل سنة. تفتكر يالا الولاية دي شايلة الدهب فين؟ مش عارف يا معلم، ممكن تكون شايلها في العلبة دي مثلا. ده ايه العلبة دي؟ العلبة دي علبة دواء. هتشيل دهب في علبة دواء؟ ما عادي يا معلم، ما هم بيخبوا الحشيش في البن عادي. هو احنا بندور على حشيش يا غبي؟ اسكت، فين الدهب اللي هنا؟ اوه الدهب في شقة يوسف. هاي سيري، وفين شقة يوسف؟ تحت. تحت؟ ثانك يو سيري. هي دي لعبة ولا في ايه؟ هي عاملة كده ليه؟ ايه الخزنة دي؟ مخبيين فيها مانيكير دي ولا ايه؟
بقول لك يا معلم ايه البت دي جدعه قوي يا معلم عايزين نراضيها والنبي باي حاجه نراضي مين يا الطالنت دي واحده عبيطه ربنا بعتها لنا من السما المهم نفتح الخزنه دي الخزنه بتفتح بارقام سريه هي سري وين الرقم السري 4747 ما فتحتش 4848 برضو ما فتحتش 4747 4848 8 اكتب كله مع بعضه يا غبي ايوه شكرا خد يا معلم هات يلا خد خد يا معلم خد خد يا معلم خد يا معلم احنا متشكرين قوي يا استاذ عطور اللي انت عملته لنا معاكوا هنا في قلب العماره هات يلا هات خد يا معلم اديها اي حاجه بقى راضيها يا معلم ماشي يا سيدي هات اديها ده خد الخاتم ده علشانك لا بنعطف على المساكين بدون مقابل انا ما شفتش حنان كده من ساعه مامي الله يرحمها ماتت انا فرحانه قوي يلا وانا كمان يا معلم ايه الحاجات دي كلها امال شايلين ايه في البنك هات يا عم احنا كنا خدنا الخزنه اسهل يا معلم يلا بينا متشكرين يا استاذ الف 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 شكر والله كان يوم جميل بس يعني السرقه دي ما تتحسبش اكيد هنجي لكم تاني ايه رايك يا معلم حسن معلم ايه بقول لك يا معلم الاوضه دي يا معلم شكلها مهم قوي ما تيجي نسرقها فعلا شكلها مهم معلش يعني اخر طلب انا عارف ان احنا تقلنا عليك النهارده ممكن تفتح لنا الاوضه دي طالما اتهطلت كده يبقى موافقه تعال نفتحها احنا يلا يلا ده مش راضي يفتح يا معلم هو انا فتحت الواتساب ولا ايه انا كنت شاكك ان هي عربيه اتاري طب لذيذ ايه رايك في البروتين مفيد لبناء العضلات يا حبيبي مش قصدي البروتين ده انا قصدي البروتين بتاع الشعر مفيد لتدمير البصيلات طب انا فاجئ يوسف ازاي دلوقتي يا ربي انذار بالسرقه انذار بالسرقه في ايه انذار بالسرقه المجنون ده ايه الدوشه دي بس بقى بسرعه يلا يلا ايه ده يا واسع يا عم احنا عايزين نمشي ممنوع يا عم بطل رخامه بقى بتوجع يا معلم داوي طب خليك واقف مكانك بقى يلا يا معلم امشي يلا يلا طلبك ناني يا معلم ايه ده؟ ايه ده؟ هو الواد ده طالع بمنظرين ولا ايه؟ 99% من الحراميه بيسرقوا بسبب مرض نفسي، ممكن تتابعه مع دكتور وتتعالج يخرب بيت مللك يا جدع، ما هو الواد انت اسمك ايه يالا؟ لذيذ ما تستعبطش، انا بسألك على اسمك مش صفتك ايه؟ لذيذ برضو بص يا عم لذيذ من الاخر كده احنا سرقنا عشان ظروفنا صعبه أيوة جدا أيوة أيوة بس احنا اتفقنا ان احنا هنتوب ايوه هنتوب سيبنا بقى نمشي يلا مش هتمشوا غير لما تقولوا انكم مش هتعملوا كده تاني مش هنعمل كده تاني برومس برومس اوكي باي باي حراميه 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 سجلنا بلاغ ان في حراميه بتحاول تقتحم المكان اهم عنك انت احنا هنتصرف هاتوه اقبضوا علينا احسن اقبضوا علينا احسن هو الحرام انا قربهم تعالى هنا لا مش هاجي شيء قوي الولد ده ناويين المكسرات دي يا ساره مامي وصلت الحركه دي ايه ده ايه زومبا مش مركزه ليه مركزه وهي زومبا ذنبها ايه في اللي حصل ده امال مين اللي كسر الفازه انا شفتي ومين اللي زقها زياد الرزل الرزل ايه يا زومبا اللي انت بتقوليه ده مين اللي علمك كده يوسف لا ما يصحش انا هبقى اتكلم معاه
وسارة. لا ما يصحش انا بكلم معايا زومبا. روحي اعملي المواعين وبعدي عن زياده الرئيس. زياده ابن اختي يا زومبا. زياده ابن اختي بعدي عنه. يلا روحي. انت لو ما تلمتش انت عارف هقعدك في النوتي كورنر دقيقه كامله. دقيقه واحده؟ لا يا جيجي كده العقاب قاسي قوي. انا من رايي نقلل المده شويه ولا حاجه. يا لذيذ. بأي طريقة تسيطر على زياد انت فاهم؟ اوكي. لا زياد هنسكت 5 minutes. لا 3 minutes. لا 1 minute. لا اوكي. مش وش يا لذيذ زياد. انا كده بجد مش هخليك تبات عند خالته. خالته مين؟ ليه هو انت اصلا كنت ناويه انه يبات عند خالته؟ وانا ما قلتلكيش يا ساره. ايه ايهاب يا حبيبي تعبان ومتضايق وقرفان وراسه ألف سيف اسافر له. انت عارفه بقى يا ساره غربه وحشه قوي يعني. اكيد انا وحشته برضه. هو زياد ابنه الكيوت البريء ده ما وحشوش خالص؟ انا مستغربه زيك بالظبط. بس انت عارفه يا ساره برضه تكاليف الطيران زادت وزيزو حبيبي كبر ومصاريفه كترت وبقى بيتقطعوا تذكره كامله دلوقتي. لو معاكي تسلفيني تمن التذكرة قوليلي وانا هحجز واخده على طول وهرجعها لك. انت عارفة هو بس الفكرة ان يوسف يا حبيبي مضغوط شوية في موضوع الفلوس اليومين دول فمش عايزة اضغط عليه اكتر. انت عارفة ما هو ايهاب برضو مضغوط يا سارة. انت عارفة ده قال لي انت لو ما جيتيش انا هسيب الشغل وهنزل مصر ومش هرجع الشغل تاني. جبتيكي والله هما كام يوم كام يوم وهرجع على طول. وليكي عليا نبه على الواد زياد ده يقعد زي الالف. هو راح فين زياد؟ زيزو لذيذ. القطه كات. الفار رات. الخفاش بات. الطاقيه هات. برافو. خلاص يا جيجي انت تقدري تسافري وتستمتعي وتهيصي وتسيبي زيزو حبيب قلب خالته هنا عادي. مش قلتلك زي الالف انا اللي مربيه. خير يا حبيبي؟ في ايه؟ كابوس يا ساره كابوس فظيع. حلمت ان الواد زياد الرزل ده ماشي عمال يكسر في الشقه وكمان كان عمال يرسم وشوش قطط وكلاب على كل الحيطان ومحدش عارف يوقفه. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ اصل حلم غريب قوي. ايوه هو حلم غريب فعلا. رايحه فين؟ اصل قلقتني على زياد قوي. هروح اشوفه هو فين وخبيه. قصدي هغطيه. غطيه. ايوه غطيه غطيه صح. دقايق وغرفة السونار هتبقى جاهزة. طب هو ده من ايه يعني يا دكتور؟ صدقني هتبقى حاجة بسيطة. انت قلقان من ايه؟ قلقان تموت. لا بعد الشر ان شاء الله هتبقى زي الفل. احنا بس هنعمل السونار علشان نطمن وانتوا ما تقلقوش من اي حاجة. شكرا يا دكتور. سلمتك يا حبيبتي. يسلمك يوسف. ايه يا حبيبتي؟ انا عايز اقول لك خبر مهم قوي. ايه؟ حامل؟ لا زومبا. زومبا حامل؟ لا امال ايه؟ زومبا اختروها في دور البطوله بتاع الفيلم الاجنبي اللي كنت بقول لك عليه في التليفون. طيب يا ساره وده وقته فيلم ايه وبتاع ايه دلوقتي اما نطمن عليكي بس. معلش يا يوسف ما انا كنت المفروض اخدها ونروح وانا مش عايزه فرصه تضيع مننا. ممكن انت تاخدها بدالي؟ ساره انا مش هسيبك وانت تعبانه كده طبعا. يوسف ما تقلقش انا هبقى كويسه ان شاء الله وبعدين انا لذيذ معايا اهو. لا يا ساره انا مش هينفع اسيبك وانت تعبانه كده. يا يوسف لو سمحت بقى عشان خاطري ما تتعبنيش. ها خلاص اهدي. طيب هتروح؟ خلاص. ها خلاص يا ساره انت بتزني حتى وانت تعبانه. هتروح؟ هروح. شكرا. مساء الخير. مساء النور. خطوه قدام لو سمحتي. طب خطوه ورا بعد اذنك. مفيش اي فرق. ممكن نبص للكاميرا؟ لا نبص للكاميرا مش نخضها. ايوه يا ريت بقى لما نيجي نتكلم نكلم الكاميرا. اوكي نقول لها ايه؟
قولي لها على اي حاجه مضايقاكي يا فندم. انا قصدي وانت بتجاوبي على الاسئله تبقي بتكلمي الكاميرا مش بتكلميني انا. تمام؟ حاضر. الاسم؟ الاسم؟ طب حضرتك محتاجه تطلعي تريحي بره ربع ساعه تراجعي الاسم وترجعي لنا تاني تكوني عرفتيه. اسمك ايه حضرتك يا فندم؟ زومبا. قولي اسمك ثلاثي. اسمك ثلاثي. الله، انا اقصد تقولي اسمك زومبا ايه؟ زومبا ايه يا فندم؟ انا قصدي تقولي يعني، بصي حضرتك هتقولي اسمي زومبا وتقولي اسمك كله. زومبا آسر ياسين. هو انت ليكي علاقه بآسر ياسين؟ اه. ايه هي العلاقه حضرتك؟ ساره عامله له فولو بس كده ولايك. ده على الانستجرام ولا على الفيسبوك؟ كله كله. الله، الطول 150 متر مربع. طب وزنك قد ايه؟ 150 متر مكعب. ما علينا، كرهتيني في الشغلانة. آخر حاجة عملتيها ايه؟ سشوار. سشوار؟ ده فيلم قصير. السشوار ده بتاع ايه؟ شعر سارة. يا فندم شعر سارة ويارك مين؟ انا قصدي آخر حاجة عملتيها ايه؟ يعني آخر حاجة مثلتيها ايه؟ مثلتي ايه؟ دور ست حامل. ده مع مين ده؟ مع لذيذ. وفين ده؟ في الأوتيل. يا ست انت هتجنيني؟ هو انت جايه تعملي ايه فيا بالظبط النهارده؟ انا مش فاهمك. انا قصدي مثلت ايه؟ فوازير، مسلسلات، افلام، اخر حاجه مثلتيها ايه؟ ما مثلتش. هو ايه الوضوح اللي انت فيه؟ انت واضحه ليه كده؟ يا واضحه. ايه ده؟ مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه والله العظيم مفيش حاجه. لا والله في حاجه. تعال تعال اقول لي في ايه. اصل انا عدت على دماغي فكره كده ان انا اتصور مع حضرتك، بس انا الصراحه خايف. ليه خايف من ايه؟ اصل حضرتك طلعت شرير قوي بصراحه. يا راجل انت خضتني يا عم. في انت بتصدق الكلام ده يا عم؟ ده تمثيل. انا طيب. لا 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 مستحيل مستحيل يكون ده تمثيل. مفيش حد طيب في الحقيقه يعمل دور شرير بالاسلوب ده. ده انت خنت مراتك وسجنت اخوك وكلكم، والبت اللي انت رميتها في الشارع عشان طلبت كيس شيبسي دي كوم تاني. ده امي كانت عايزاني انزل ادور عليها في الشارع بجد. ايه يا عم السياح اللي انت بتسيحوني في الشركه ده؟ يا عم بقول لك ده تمثيل. تمثيل والله. طيب طب قولوا عرش ربنا انا طيب. وعرش ربنا انا طيب. انا كنت عارف يا زاهر ان انت طيب والله العظيم. يا زاهر؟ ايوه كل الناس عندنا في الوسط بيقولوا عليك كده على فكره. عندكم في الوسط؟ انا نسيت اعرفك بنفسي. اه انا يوسف مدير اعمال الفنانه خليله امين. اهلا وسهلا. خليله امين؟ ايه خليله امين دي؟ اه قصدك امينه خليل. لا دي اللبناني منها. لا شعرها اقصر كده. اقصر؟ اه لا والله اول مره اسمع عنها الصراحه. انا اسف جدا. لا 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 ما تتاسفش ولا حاجه، ده هي لسه بادئه النهارده فعلا. انت اول واحد يعرف. ايه ده انا اول واحد؟ اه لا ده اكسكلوسيف بقى. يبقى لازم تعملوا حاجه مع بعض بقى. انا وخليله؟ اه ده انتوا الكيمياء ما بينكم هتبقى تحفه. اه ماشي اوكي. الف مبروك. الله يبارك. بقول لك ايه يا احمد، هو انت معانا في نفس الفيلم بتاع المخرج الاجنبي ولا انت في فيلم تاني؟ لا للاسف في فيلم تاني. لا للاسف ليه؟ ده انا اكلمك. المخرج الاجنبي ده حبيبي، علاقتي بيه قويه جدا، وكمان خليله ليها دلال عليه جامد. خليله وليها دلال؟ بسم الله ما شاء الله. لا بجد انا مش عارف اشكرك ازاي على الفرصه دي بجد، واوعدك اني هشرفك. لا ما تقولش كده انت شاطر بجد. ربنا يخليك. شكرا ميرسي قوي. بقول لك يا زاهر. نعم. هو بالنسبه للاجر تفتكر اطلب كام لخليله في دور البطوله؟ ده تطلب اللي انت عايزه. دي الاستاذه خليله امين. انت بتهزر؟ ده كل المنتجين مستنيينها. دي بطله مسلسلات رمضان اللي جاي كله بجد والله. اطلب بقلب جامد. هي سمعت كده؟ امال دي الاستاذه خليله. طب قول لي افريج، مش لازم رقم معين. اقول لك حاجه؟ أه؟ انت خدت كام في البرنس؟ معقوله؟ معقوله كده؟ في كده في الدنيا يعني واحد يشوفه اول مره تقول له انت خدت كام في ال؟ عيب عيب. معاك حق معاك. طب طب ليلى خدت كام في الفتوة؟ ابقى اسالها لما تشوفها عندكم في الوسط. انا قلت انا اسالك انت عشان انت معروف ان انت طيب وبتساعد الناس. والله العظيم انا لو في ايدي اي حاجه اقدر اساعدك بيها مش هتاخر، بس بعد اذنك بقى عشان عندي ميتنج جوه. بعد اذنك. عن اذنك. طب اخر سؤالين يا ابو ملك. وعرش ربنا لو ما سبتني اخش الميتنج دلوقتي لاكل دماغك. لا فتحي لا. لا ودان فتحي لا. بتخاف من ودان؟ اه اه بخاف من ودان قوي. اهو خلاص خلاص. اتفضل اتفضل اتفضل. خلاص لف يمين. يميني ولا يمينك؟ يمين بالله انا جبت اخري وتعبت.
يمينك يا فندم، يمينك. حاضر. تمام، لف شمال. شمالي ولا شمالك؟ لا، لف شمال مع اول يوترن وتعالي عليا. شمالك يا فندم، يا فندم لف شمالك ارجوكي، انا تعبت اقسم بالله. حاضر. حضر لك الخير يا غاليه. يلا لف بقى، بص للكاميرا. حاضر. الله، شكرا. العفو. انت وهو ده يا ومين ده وايه اللي منيمه كده؟ وما تقوليش خد جرعه زياده. جرعه زياده بس يا معلم، استصبر بس انا فاهمك. اصل ده روبرت روبرت يعني ايه يا روبوت دي يا معلم؟ قصده روبوت يعني زي الانسان الاله كده. فاكر اللي وريته لك على ناشونال جيوغرافيك؟ بص انا هشغله لك. اللهم صل على النبي. اللهم يعني ده مش بني ادم لحم ودم؟ لا لا الا الله يا بقى، بني ادم ايه ده؟ ده روبوت عارف، زي لما صلى على النبي، زي طفشي، زي مين؟ زي يوسف الشريف. ما شاء الله نطق اهو، زي يوسف الشريف في المسلسل. ايوه يعني ده هيفيدنا بايه؟ هنقطعه ونبيعه خرده؟ خرده ايه بس يا معلم، اصبر بس، ده هيفيدنا جدا. ده ممكن تحط عليه كل اللي انت عايزه، افلام، مسلسلات، قصص، وتشيل بقى زي ما انت عايز هيشيل معاه. طب ما تقول كده يا ادم الصبح في لشاية يعني. في لشاية ايه بس يابا؟ بص انا فاهمك، ده كنز، ده ممكن ينزل يشتغل معانا، يعمل اللي احنا بنعمله في سنة هو هيعمله في يوم، واحسب بقى. طب اربطوه بالسلاسل اللي هيكون بيقعد. هو مش هيقعد يا معلم. اسمك ايه؟ لذيذ. سبحان الله، ده نسخة طبق الاصل من البني ادم. براوة عليك، هذا كوباية حبيبة معلم. وده بياكل ايه بقى البتاع ده؟ معلم ده لا بياكل ولا بيشرب، ده بيشتغل 24 ساعة زي حمار. ربنا يسامحك. لا تزعلوش يا جدع انت. حفظوه ولبسوه لبس الشغل عشان يبقى جاهز. بس يا معلم الهيئة دي مش هيئة شغل. أنا عندي فكرة. إيه رأيك لو نقطع له ودانه مثلا؟ فكرة وحشة جدا. أنا بقول نقطع له لسان أنجز. فكرة أوحش. تمام، نفذها يا رجالة. بس يا جدع انت اصبر واصبر، في ايه مالك؟ هروح لجو. جو مين؟ جو صاحبي. اصبر يا جدع انت، في ايه؟ ما انت عشان تروح لجو صاحبك لازم تسمع كلامنا، يا اما انت هتزعل. مش بزعل. طب يبقى جو هيزعل. مش بيزعل برضو. يا دي انت وهو، انا قلت لكم شكله هيفرهضنا. قطعوه. استنى بس يا جدع انت. انا هقول لك، اصل انت وقعت في بلاعه والمجاري فضلت تشيلك وتحطك، وجو زعل واتقهر وراح بايع كل حاجته هنا في مصر وراح هاجر كوستاريكا. اوكي. راح فين يا جدع انت؟ كوستاريكا. هتروح ماشي؟ لا جري. لا ده طلع لذيذ بجد يا معلم. يا جدع انت ما تزعلوش بس يا جدع انت، مش ينفع تروح. انت عارف كوستاريكا فين؟ دي ابعد من اول فيصل، لازم تغير 3 مواصلات عشان تروح لها، وفي فلوس طياره وفلوس كتير جدا. هتجيب الفلوس منين؟ تكلفه تذكره كوستاريكا 9000 جنيه درجه ايكونومي مع وجبتين. اهو لازم تسمع كلامنا عشان تجيب الفلوس دي عشان تروح لجو صاحبك. اوكي انا جاهز. يا نهار اسود، يعني كده لذيذ ده؟ هو انت كده هيحصل لك مشكله في الشغل؟ هي مشكله بس، دي مصيبه. الحل الوحيد عشان الاقيه انه يظهر لي على الابلكيشن فايند ماي روبوت اللي انا عملته ونزلته عليه هو وزومبا. جاري البحث عن لذيذ. حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره.
من قدم خير بيداه التقاه. ساعدني بالله عليك، محتاج 9000 جنيه اروح ليوسف كوستاريكا. اهو المفروض ان احنا كده وصلنا. لذيذ بقى المفروض يكون هنا. فين بس؟ هو ثابت عندك ولا بتحرك؟ ثابت اهو. يا اهل الخير، الهي تنستر ما تنفضح، يا رب تتجوز الأمورة. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة. لذيذ. فين؟ هناك. إلهي يكفيكوا شر المرض. هناك يا زومبا انت بتخرفي؟ لا يا سارة لذيذ هناك اهو. إلهي ولا لذيذ. اركب يلا يلا نمشي. اوكي. ايه العربية اللي هو بيركبها؟ طب اطلع وراهم بسرعة. زي ما قلت. بقى العبد لله يا معلم، قفش من الزباين لواحد انا 200 جنيه وطفش بعون الله 100 جنيه ولذيذ 5000 جنيه. انا كسبت. تمام، عايزين بقى ننظم الموضوع شوية عشان نعرف كل واحد بيطلع كام اخر الشهر عشان نقسم الارباح بينكوا فين. هعمل لك شيت اكسل. انت تعمل اللي انت عايزه. ده انت جايب 5000 جنيه في يوم واحد. عارف يعني ايه 5000 جنيه في اليوم؟ يعني لسه 4000 جنيه واروح لجو كوستاريكا. يا دي النيله على جو وسنين جو. ولا كوبايه يا معلم. عايزك تعمل لي فيه اي حاجه الكترونيه كده تنسي موضوع جو ده اللي لابت في دماغه. ما انا قلت يا معلم من الاول نقطع له لسانه ومحدش سمع كلامي. تمام يا معلم ما تقلقش انا هتصرف. تمام. فيك ان مشروعك بيضيع كمان واخد لبس المشروع بتاعي عشان كده نبقى خسرنا كل حاجه. ممكن تستني عشان بختار حتت معينه من افلام عشان اعرف اتحكم في كلامها. ما تشرفناش يا معلمه. انا المعلمه الكاسحه اخت المعلمه الكتعه. مرحبا بك يا معلمه. اهلا بك يا معلم. سلامات يا معلمه. العواف يا معلم. الامالك يا معلمه. محقوقالك يا معلم. مردودالك يا معلمة. سيبهالك يا معلم. طيب نخش بقى في الموضوع على طول. طلباتك يا معلمة. المعلمالك يا معلم. انا لازم اختار ردود بسرعة عشان لما بتأخر بترد من نفسها. عندك امانة تخصني. امانة؟ امانة ايه دي؟ لا لا لا، تعالى ما اقولكش. ده انا لحمي ودمي حامي، واللي يجي عليا اقتله. وانا صاحب قرش وعم دراع. وانا يا نهار اسود. شايف؟ وانا بقى طول الوقت عايشه في الهبل ده لوحدي. طب استني استني انا هتصرف. وايه اللي طلباتك يا معلمه؟ الواد اللي كان عندي في ارضيتي وانت اخدته يلزمني، والا هو ايه اللي هي؟ هي زورت ولا حد ضربها على ظهرها؟ عايزه مين؟ الواد ده؟ براو عليك يا معلم. تعجبني 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 تعجبني. خلاص يا ست فيفي، بس ده موضوع محتاج تفكير ومخمخ. ما اقدرش استغنى عن الواد ده. حد يبقى معاه محمد صلاح ويفرط فيه. طب واللي يجيب لك مكانه؟ رمضان صبحي. يفتح الله. الثعلب حازم امام. اعتزل. بس مسم سم. مالكيش حاجه عندي يا معلمه. تبقى بتعاديني وانا اللي يعاديني. يا ربي عزز بنس، انت عايزه تموتيني من الزهق صح؟ هي هنجت تاني ليه؟ معرفش يا يوسف، معرفش. انت بتسالني انا وانا اللي عاملاها. طب استني بقى، الجملة دي
هي دي اللي هتجيب من الاخر. ما حدش بيتجرح قوي الا لما بيحب قوي. انا اسف ده صدت مني بالغلط. طب ركز بقى، ابوس ايدك وما تخرجش من فولدر النادي الجندي تاني. الاصول بتقول ما تاخدش عيل من ارضيتي، وانت اتعديت الاصول. الايباد هيفصل ونسيت الشاحن في البيت. شفت؟ اديك نسيت الشاحن، زي ما بتسيب التكييف شغال وبتنسى باب التلاجة مفتوح. لا انا اسف فعلا، المرة الجاية لما يبقى الروبوت بتاعي يتسرق هبقى اركز وانا نازل ان انا اجيب شاحن الايباد. خد ياض، تعالى اقف هنا قدامي. اوكي. حد منهم داسلك على طرف؟ يعني ايه؟ يعني ضايقوك في حاجة؟ الحرافيش دول بيساعدوني اروح ليوسف كوستاريكا يا زومبا. يوسف برا. مين زومبا دي يا لذيذ؟ روبوت بايظ. بايظ ازاي؟ ما بتتكلم اهي وزي القرد. جو بيمليها؟ دي طلعت بالكهرباء زي. يا ما انت كريم يا رب. لا ده احنا كده بقى نوسع شغلنا، لبسوها وحفظوها الشغل. خطر. اجري يا زومبا. انتوا قديم متلحين لي، هاتوهم. قول يلا، قول تعالى هنا، قول يا ولد انتوا. بسرعة يا زومبا. قول يلا. باشا معلش في الكلمة، انت طلعت عيني، دي المرة المليون اللي راجع فيها الاوردر ده، في ايه بس؟ في غلط لازم اكتشفه، راجع معايا. راجع. 2 فول زيت زيتون بدون مخلل اهم، 1 فول زيت حار بمخلل جايبهولك، 1 طعمية بدون بتنجان موجود، 1 بتنجان بدون طعمية دي غريبة شوية بس جبتهولك، 1 بطاطس كاتشب ومايونيز. ادي الكاتشب مايونيز. اكتشفت الغلط، ده سندوتش بطاطس كاتشب بدون مايونيز. اسف مش هقدر اخد الاوردر. دي مشكلة كبيرة بقى. طب سيبك يا باشا من السندوتش ده واديني حساب الباقي. كم حسابك؟ امسك واخصم السندوتش. 49 جنيه 99 قرش. اتفضل 50 جنيه مصري فقط لا غير. اخيرا سلام. ليه قرش؟ لا والله مش معايا فكه شيلن، ابقى اجيبهم لك بقى. حرامي ايه يا عم؟ حرامي انت عبيط ولا ايه يا عم؟ اوعى. في ايه الباشا عايز قرش ده، هربانه منه ده ولا ايه؟ انت مش خدت حسابك؟ يلا اتكل على الله. اتفضل. اي خدمه؟ ها، مع اني ما كنتش ناوي اكلمك بعد حركه الندالة اللي عملتها معايا امبارح. اوكي. وايه اللي اوكي؟ قول لي سوري. سوري ماشي خلاص سامحك، بس ما قلتليش رايك. لما انتوا واقفين ترغوا هنا احنا هنموت من الجوع جوه. استاذ علاء عايزين نشيل العربيه بتاعت حضرتك من تحت عشان في عربيه رمله هتركب مكانها. طب هفطر وانزل معاك. لا 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 مفيش وقت لده خالص، العربيه واقفه في الشارع هتسيب دي الشارع، دي مسؤوليه ما ينفعش. لذيذ، انت بتعرف تسوق؟ ايوه بعرف. طب حلو قوي، انزل مع محمد اركن العربيه في اي حته ثانيه. اكل بتاعك. اوكي. عايزاكي تفكري في فكره مشروع جديد كده كسبنا جامد. سندوتشات كبده ومخ. والله فكرة، بس نسميه ايه بقى؟ اسماك سارة. اسماك ايه يا بنتي؟ وانتي مش لسه كنتي بتقولي كبدة ومخ؟ وبعدين لا طبعا نوي ابيع كبدة ومخ اونلاين، مش هعرف. بصي انا عايزاكي تفكري في فكرة تانية احسن وتكسبنا كتير قوي. تجارة سلاح. لا طبعا. تجارة سلاح ايه؟ تجارة عملة. لا. تجارة اعضاء. يا بنتي هو اي حاجة غلط وخلاص؟ يا بنتي انا عايزة حاجة تطلعنا فوق كده. فوق عند ميرفت؟ لا طبعا مش عند ميرفت. احنا عايزين نعمل حاجه جامده قوي، عايزين نقلب الدنيا يا زوم، ما نقلب الدنيا. حاضر. لا 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 انت بتعملي ايه مجنونه؟ مش قصدي كده. بقلب الدنيا. انت بتفضلي بقى يا هاني معدلي الدنيا. يا استاذ انت قافل المدخل، انت بتعمل ايه؟ ركنت في اي حته. انت جاي تركن هنا؟ روح اركن تحت بيتكم. اوكي. ما
مفيش سحنه جديده يا رب تستقبلني بقى ولزق في الشقه. حاجه استغفر الله العظيم. ايه يا نبويه؟ معلش يا ست ساره، انا اسفه اسفه ان انا بزعجك معلش، بس اصل الحوض فوق عندنا السد وريحه المجاري يختيم. بقولكيش يا ست ساره، انا بس كنت عايزه استاذنك في رقم السباك تديهولنا يجي يصلح لنا. ايوه ايوه عارفه. بصي هتفتحي الموبايل، خشي بقى اعملي سيرش في البراوزر على سباك في التجمع. ادخل فين معلش؟ البراوزر. لا 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 انا ما بفتحش انا كاميرا سباكين، لو ناقشين يعني ممكن افكر ساعتها. انا بهزر معاك. هاتي هاتي اتفضلي. بصي هتخشي هنا وهتكتبي بقى اهو. واو ايه الرسمه التحفه دي؟ ده تاتو؟ لا دي حنه، كنا قاعدين كده انا والبت زومبا في قعده صفا، فقعدت افرجها على صور لحنه بنت خالتي، قامت رسمالي الرسمه دي. مش الحنه دي اللي هي بتبقى الحفله اللي قبل الفرح؟ لا الحنه دي صبغه تتحط على الشعر، تتحط على الايد. تاتو يعني؟ ايوه تاتو. متاكده ان زومبا هي اللي رسماها؟ ايوه. يا بنت الايه يا زومبا؟ نو واي، 5000 فولور في نص ساعه بس؟ الله ده مشروع العمر. سارة بلاك تاتو. بس يا بنت الايه يا زومبا يا قروبه، ازاي قدرتي تظبطي اللوك كده؟ لوك شيرين رضا، الفيل الازرق. كومنت احمد الدالي بيقول: نفسي اعمل تاتو عندكم، امتى اقرب وقت ممكن اجي؟ ردي عليه بسرعه. بصي بقى هتقولي له ايه؟ هتقولي له: احنا بنعتذر جدا يا فندم، بس احنا عندنا ضغط جامد قوي في المواعيد، بس احنا ممكن نعمل لك اكسبشن لو حضرتك تقدر تجي لنا النهارده. مفيش ضغط مواعيد. ايوه ما انا عارفه، قولي له بس كده وانت ساكته. حاضر. ها وايه تاني؟ عندنا حاجات تافهه جدا بصراحه. عندك مدام سلمى. مالها؟ عندها قط اسمه شوكت عايز يتجوز. عايزانا نساعدها في مصاريف الجواز ولا ايه؟ لا هي تافهه بس مش للدرجه دي. هي عايزه تعمل ابلكيشن لكل الناس اللي عندها قطط عايزه تتجوز، بحيث كل واحد بقى يحط القطه بتاعته ويقابلوا بعض بقى ويتجوزوا بعضهم. تندر بس للقطط يعني؟ حاجه زي كده يعني. طب حلو. حلو قوي يا يوسف. ايه التفاهه اللي احنا بنعملها دي؟ قططي. في ايه يا علاء بقى؟ ما تقدرنيش اكتر ما انا متقدر، ما انت عارف ان احنا محتاجين فلوس. ماشي يا عم. وايه تاني؟ عندك استاذ مصطفى عبد الوهاب. ماله؟ ده شغله في المهندسين وساكن في الكربه. يا عيني ده ما بيركنش. ما عشان كده بقى عنده فكره ابلكيشنز. ايه عنده فكره ايه؟ ابلكيشنز. ان هو يعمل ركنه. ابلكيشنز؟ ايوه ابلكيشنز. ابلكيشن. ايوه ابلكيشنز واحد. عايز يعمل ابلكيشن. ابلكيشن مفيش الاس دي. اس يوسف ابوستروف اس اللي هي بتاعت الجامعة. الابوستروف اس مش بتاعت الجامعة، وما تقولش اس اصلا، قول ابلكيشن. مش هو عايز يعمل تطبيق للركنة يعني، بحيث ان انت طالع من ركنتك تسيب مارك، فالمارك دي تظهر للناس ان في ركنة فاضية فيروحوا عليها. طب ما حلو اهو. ده حلو جدا بصراحة. الله. هو سندوتش البطاطس التاني فين؟ انت خدت السندوتش بتاعي؟ لا والله انا باكل فول بس مش طالبه برضه، مش عارف. اصل انا قايل لذيذ يطلب لي اتنين. يا لذيذ؟ لا لذيذ مش في الشركة. أمال فين؟ بعته يركن لي العربية. أنت بتهزر يا ابني أنت؟ أنت بعت لذيذ يركن العربية؟ نهار أسود، هو بيعرفش يركن ولا إيه؟ إيه يا ابني؟ ما تدوسني. أقف، افتح. افتح. يا نهارك أسود. انت اهبل ولا شارب حاجه؟ انت عايز تموتني؟ لا ادوسك. ده ايه الصراحه دي؟ انت شارب حاجه رسمي، رخصك. مش معايا رخص يا اختي كميله. امال معاك ايه يا حبيبي؟ معايا شاحن وكتالوج. على اساس بقى ان دي مش لجنه، دي فاترينا في شارع عبد العزيز. والشاحن والكتالوج فين؟ في الكرتونه. وانت ايه اللي مقعدك هنا؟ مش قاعد مع حاجتك في الكرتونه ليه؟ بعدين بقى انت بتنزل كده عبيط من غير حاجه ولا معاك سماعه وشاحن اصلي؟ بطاقتك فين؟ في جيبي. والمفروض بقى انا اروح جيبك اجيب البطاقه. هات بطاقتك. جو قال لي ما تديش بطاقتك لحد. انت شكلك سارق العربيه دي. يلا اركن لي بقى كده وانزل. اركن على جنب. اخلص. اوكي. تعالى يا ابني خدوه، حطوه بقى في الشاحن، قصدي حطوه في البوكس، وبالراحه عليه احسن. انت شكله جاي من غير سكرينه وجراب ومعوش ضمان، ده حالته حاله. ده تحفه. شفت بقى؟ حسيت بحاجه؟ لا خالص، بس انا كده هطمع بقى، هبقى عايز اعمل شكل تاني. شور. طيب هو انا ممكن اعمل الاسد هنا على كتفي حالا؟ انا بقترح عليك ده، دي اكتر حاجه بتطلب مني هنا. ده حلو جدا جدا جدا. زومبا هنرسم ده. حاضر.
هيبقى تحفه على فكره، بس هي طولت اول مره دي انا ابتديت اقلق. معلش بقى، ما هي بترسم اسد يعني مش ترسم ارنب، وانت عارف بقى الاسد كله تفاصيل وفارو وشعر اكيد. طبعا ما انت شاطر اهو، ملك الغابه بقى. خلاص تسلم ايدك يا زومبي. ها طمنيني انا مش شايف. تحفه. هموت هموت واشوفه. هتموت لما تشوفه. يلا بينا بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه، احنا بقى لنا ساعتين واقفين، ايه الشغلانه المحببه دي؟ شش. بس يا ابني انت وهو لازم ننفذ اللي قال عليه البروفيسور بالحرف. طبعا كل واحد فيكم بيسال نفسه دلوقتي، ايه اللي يجمع اشكال زباله زيكم كلها في مكان واحد غير نار جهنم؟ اسطوره. أهو أنا عشان ذكائك وفطنتك وحبك لحب الجماعة ده جيت أشتغل معاك، أو عشان كنت فاضي تقريباً مش فاكر. يا ترى عايزنا في إيه؟ أنت شغال إيه؟ حرامي خزن. وأنت شغال إيه؟ هجام. واحد حرامي خزن والتاني هجام، هكون عايزكوا في إيه؟ بجمع فرقة هاندبول مثلاً. حضرتك ما سألتنيش أنا بشتغل إيه؟ لا أنت مش محتاج أسألك، أنت باين على خلقتك، نشال صح؟ أه صح، نشال. هات ساعتي يلا. سوري يا بروف. كانت ساعة شيطان. لا يا حبيبي كانت ساعتي أنا. هي امال فين بقيتكم؟ سوري يا قلبي، عقبال ما خلصنا الشفت. لا قلبي بقى وروحي وعمري والجو ده بقى مش هنا، انا هنا اسمي البروفيسور. وبعدين ايه المكان ده يا اخويا؟ ده السواق داخل حد ما وصلنا، الا ما في حد واحد عارف مكان الوكره ده فين. ثانيه واحده ثانيه واحده، انت قلتي لسواق التاكسي وديني الوكر؟ لا الحمد لله، لسواق التوك توك. ربنا ياخدك، بدايه مش مبشره خالص. طيب انا عايزكم دلوقتي تركزوا معايا وتمسكوا اعصابكم كويس قوي، لاني هفرجكم على حاجه عمركم في حياتكم ما شفتوها. صباح الخير. صباح النور. محتاجين رقم خدمة عملاء ورقم خزنة. تحت أمرك يا فندم. رقم الخزنة ده خدمة العملاء، الخزنة عند السلالم اللي هناك دي، وخدمة العملاء المكتب ده. شكرا. عفوا. يخلص بقى يكلم التاني الأول. ماشي. يلا يا زومب. يلا يا لذيذ. أنا كنت عايز أعرف نظام القروض هنا في البنك. بص حضرتك، في ثلاث أنظمة. أول نظام لذيذ. ثانية واحدة حبيبي، ثانية واحدة. بص حضرتك، في أول نظام هو. أنت بتتكلم ليه يا لذيذ؟ الثانية خلصت. أنا عارف يا حبيبي إن أنت شطور وعارف كل الإجابات، ممكن تسيب بقى زميلك في الفصل يجاوب، أنا عايز أسمع الشرح منه هو. بص حضرتك، في ثلاث أنظمة زي ما أنا قلت. صباح الخير. صباح النور، أساعدك إزاي؟ من فضلك كنت عايز أسحب 40,000 جنيه. طب بتاعت حضرتك؟ هو استاذ عادل فين؟ انا كنت عايز اسحب كاش من الخزنه، كنت عايز المفتاح اللي معاك. ايه ده؟ عايز حد يتعرف؟ كله يمسك مكانه. اطلع عايزك مكانه يا يوسف. انا هرسلك يا دوب. تعالي بسرعه. تعالي هنعمل ايه دلوقتي؟ شش اسكتي يا انا، محدش يتكلم. قلنا محدش يقعد جنب حد يعرفه. قلنا ولا ما قلناش؟ انا معرفهاش. قلنا ولا ما قلناش؟ قلنا. انتوا الاثنين روحوا هناك. طب ما تخليني هنا اصلا. انا دماغي مصدعه ونسيت المسكن. انت وهو روحوا هناك. وانت حازي جنب زميلتك. حازي حازي. بقول لك يا ريس، انا عندي فكره جهنميه، ما تيجي نفصل الولاد عن البنات. ليه يا ابني احنا في مترو؟ ما تيجي نوقفهم ولد بنت ولد بنت. اشيك ده وقت وده ده.
في هدوم هنا شبه دي بالظبط وزيها على الناس بسرعه. حاضر. ايه راي حضرتك في ادائي؟ على فكره دي اول عمليه ليا وانا مع التطور بجد هبهرك. بقول لك يا ريس، ايه رايك في الطقم ده؟ انا اتصورت بيه صوره ونزلتها ووالدتي دخلت عملت لي كومنت قالت لي الله عليك يا مهدي يا حبيبي يا نور عيني، لو في من الطقم ده اسود هات لي واحد اسدال. انت نزلت الصوره على الفيسبوك؟ بص الو. ايوه مساء الخير، استفسار حضرتك عن ايه يا فندم؟ ها وصلتوا لايه؟ احنا فصلنا الانذار والكاميرات وبنلبس الناس اللبس يا ريس. بقول لك يا بروف، لو في عجز في الاكس لارج ولا حد اللبس مش لاقي عليه شكله وحش اعمل ايه؟ عادي، ادي له الريسيت ومع 14 يوم يغيره او يبدله. ما ان شاء الله ما لقى عليه، هو لبس العيد يا ترى؟ لبس العيد. تمام يا بروف تمام. وما تشوحليش كده. ايه ده، انت عرفت منين واحنا فاصلين الكاميرات؟ انت شايفنا ولا ايه؟ ما الجمله اللي انا قلتها دي لازم يتشوح لها كده. المهم فتحتوا الخزنه؟ ما اصل مفتاح الخزنه طلع كمبيوتر، انا لسه بدور عليه يا بروف. لسه بتدور على المفتاح ايه؟ انا عايز اعرف مكان المفتاح حالا. انا عايز اعرف حالا مين معاه مفتاح الخزنه. استاذ عادل. يخرب بيتك. بقولك ايه؟ انت بطاريتك كام في المية؟ 27%. يا نهار اسود، انت لو فصلت هيجوا يشوفوا مالك وساعتها يعرفوا انك روبوت وهياخدوكوا. ايش؟ اوكي شش اسكت بقى، ما تقعدش تتكلم وتضيع بطاريتك في الرغي ده. انت اللي بترغي. ماشي انا هسكت اهو. اسكت اسكت. مش عارف نعمل ايه، مش عارف نعمل ايه. نسكت. طب ما عندكش اي فكره نخرج بيها من الورطه اللي احنا فيها دي؟ في حل ودي، نتفاوض معاهم. نسبه نجاحه ضعيفه. اديك قلت نسبه نجاحه ضعيفه، مش هينفع طبعا. لا لازم نفكر فكره ثانيه. في حل غير ودي، نشتبك معاهم. نسبه نجاحه معدومه. انت عبيط؟ ها عبيط؟ احنا لو اشتبكنا معاهم ممكن يموتون. اكيد هيموتوك. هتزعل يا موت لذيذ. انا مش بزعل، ميرفت هتزعل وساره هتزعل. خلاص يا حبيبي خلاص خلاص. طبعا ما انا لو يوسف الشريف كان زمانك زعلت عليا. قلت لك مش بزعل. طب خلاص اتفضل اسكت بقى، ما تقعدش ترغي عشان ما تفصلش. انت اللي بترغي برضه. ها فكرت في الطلبات يا ابني؟ انت طلبت حاجه عشان نفكر فيها دلوقتي؟ الثلاثه اللي معايا جوه دول ما كانوش حاجه من صباحيه ربنا، فهل ممكن اعمل اوردر؟ هما ثلاثه؟ عرفت منين يا ابني؟ وانت بتكلم واحد شرطه مدرسيه؟ انا ضابط شرطه والشرطه واخدها دراسه مش كورس على النت. ضابط واكيد ليا مصادر وعارف مين جوه وعارف اساميهم كمان. اقول لك مين؟ اكيد بتقصد حسين وابراهيم وعبده. غلط. لا صح. والمصحف غلط، اسمهم غانم ومهدي ونصر.
شفت بقى، شفت انت لخبطتني ازاي؟ شفت معلش اكيد، بس الاسماء اتلخبطت مع اسامي عصابه تانية. انت عارف بقى احنا في شغل وزحمه وموسم عصابات بقى وكده يعني. شفت بقى، ها ممكن اعمل اوردر؟ ماشي، انا هوافق بس عشان المحتجزين اللي جوه، لكن الجرابيع اللي معاك دول استحاله. اسمع، ابعت لي الاوردر على الواتساب. ها او 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 انت عايزني ابعت لك الاوردر على الواتساب عشان تعرف رقمي؟ لا ناصح يا. شفت بقى، اللي بيكلمك ده هو الاول على دفعته في ثانويه عامه. والله شكلك كذاب. والمصحف ما كذاب، اسال اي حد في مدرسه القوميه دفعه 2001 هيقول لك ايمن سعيد هو اول الدفعه. ماشي يا ايمون، فرصه سعيده. قول لي بقى تاكله ايه. والله انا بفكر استغل الفرصه واطلب سمك. انت مش جاي معسكر تسمين هنا؟ اخرك معايا كريب؟ لا كريب ايه، هو انا بسرق بنك عشان اكل كريب؟ ما انا باكله كل يوم عادي. بص يا صاحبي، يا كريب يا مفيش خالص. ها لا كريب كريب، خلاص هستأذنك بس هدخلهم معايا كونفرنس عشان يطلبوا معانا. ايوه بروف. يا رجاله احنا دلوقتي خلي بالكم معانا ضابط كونفرنس، فمحدش يشتم. ها هو هياخد اوردر الاكل ويطلب الاكل. سعاده الباشا طبعا انت فاهم انك تبعت لنا ظابط على انه بتاع ديليفري، دي فكره مهروشه من الستينات فما تحاولش تعملها. ايوه يا عم، واتهرشت في 100 فيلم قبل كده، واكيد انتوا مش مستاهلين عشان اعمل معاكم كده يعني. اتفضل اطلب. ما قلنا سمك يا بروف. سمك؟ لا ما احنا هنخليها كريب. كريب يا ريس، ما احنا في العادي بناكل كريب، ولا الباشا مش موافق؟ لا لا لا، الباشا ملوش دعوه، انا اللي قلت بلاش سمك عشان السمك بينيم، تاكلوا تتقلوا تناموا، المهم تبوظ. ما تخلصوا بقى يا شباب، انا مش فاضلكوا، انا بجهز الخطه اللي هقبض عليكم بيها. اخلصوا، مش فاضي، عندي شغل. بعد اذنك، انا عايز ساندوتش، ها تشيكن ستريبس يكون اكسترا صوص، ويا ريت من غير خس ومن غير زيتون. ماشي حاضر. وايه تاني؟ انا عايز ساندوتش سوسيس واحط عليه زيتون عادي، ومش عايز خيار مخلل، ويا ريت لو في طحينه ما تجيبش عشان بتسد نفسي. مفيش مشكله، حاضر، وهبعت لك معاك الاسلو. والتالت بتاعك يؤمر بحاجه؟ شبرا، انا عايز كارت فكه ب8، او حد بس يدخل يفتح لي هوت سبوت عشان ارد على كومنت والدتي. ما تزهقوش الراجل بقى. لا خالص، سيبهم براحه، ده دول لطاف خالص. واقول لك على حاجه، ابقى ثبتهم معاك في العصابه عشان انا حبيتهم جدا. اتفضلوا. طب بقول لك يا ريس، انا عايز اغير كارت الفكه وهطلع عصير قصب، بس في كيس مش كوبايه. عينيا حاضر. وانت يا بروف، مش هتطلب حاجه انت كمان ولا نسيت نفسك؟ انا عمري ما انسى نفسي، انا بس سايبهم يطلبوا ومستني انا للاخر. اسرتني بتواضعك داخل. لازم اللي يشتغلوا معاك يحسوا انك زيك زيهم بالظبط، هو ده سر نجاحي على فكره. هات لي واحد ستريبس وواحد كوردون بلو. تمام. انا عايز اقول لك حاجه مبقى، انا عايز دكر فيكم، دكر يبقى يلمس شعر رهينه من اللي جوه، وفي خلال 10 دقايق لو ما خرجوش وخرجوا اللي جوه ورحمه امه وابويا في تربتهم، هدخل اجيبهم من قفاهم. ومفيش كريب على فكره. ها السيطرة. اوه ايه دي؟ تشرب ايه؟ عايز اي حاجة تفوقني كده. عندك ايه تشرب؟ شاي، قهوة، نسكافيه، لاتيه، كابتشينو، فرابتشينو، موكاتشينو. ايه يا عم الكلام ده؟ وايه الباتشينو دي؟ لا انا عايز قهوه عادي. ساده ولا مظبوط ولا زياده ولا مانو ولا سرياوسي؟ وانا المفروض اختار ما بين الاقواس يعني؟ مظبوط يا سيدي. فليفر شوكليت ولا فانيلا ولا هيزلنات ولا كراميل؟ يا لهوي، بقول لك ايه، انا عايز قهوه مظبوطه بلبن عادي. فول فات ميلك ولا سكيمد ميلك ولا ألموند ميلك ولا كوكونات ميلك؟ ايه يا رب الامتحان الشفوي ده؟ انا عايز، بقول لك ايه، انا عايز شاي، هات لي شاي. كوبايه ولا استكانه ولا خمسينة؟ يوه، بقول لك ايه، انا فوقت خلاص، مش عايز حاجه، مع السلامه. مع السلامه. وادي يا لذيذ، خد تعالى.
انت متاكد يا ابني انك مش عايز تريح لك شويه؟ انت ما تعبتش؟ ما تعبتش. طيب اللي يريحك الواد عرفه كان عنده حق لما قال انك مكان. طب خد ال 50 جنيه دي وهات علبه سجاير. ولا اقول لك؟ لا انا ما اعرفكش يا حلو. خد ال 5 جنيه دي وروح اي كشك وقول له هات لي 2 اصفر فقط. اوكي. بص لو ما لقيتش اصفر هات 2 ازرق فقط. اوكي. بص لو ما لقيتش ازرق هات 2 احمر فقط. اوكي. بص لو ما لقيتش احمر هتقول له ايه؟ هات 2 اخضر فرد. لا مفيش اخضر. تقول له هات الفلوس وتيجي جاري. اوكي. انت يا بنت يا زومبا ركزي على معلمك. زي ما هعمل هتعملي بالظبط. حاض. يا بصل يا بتاع الخزين. يا بصل يا بتاع الخزين. يا مسكرة يا بطاطس. يا مسكرة يا بطاطس. يا مجنونة يا قوطة. يا قوطة. ايه ده؟ انت بتقولي ايه؟ يا قوطة. انت بتقولي زي ما انا بقول بالظبط. يا مجنونة يا قوطة. عيب. لا مش عيب، قولي عادي. مجنونة يا قوطة. مجنونة يا قوطة. شاطرة يا زومبا. عبيطة يا كوسة. مجنونة يا قوطة. هبلة يا بسلة. بقولك يا زومبا، انت هتقولي اللي انا بقوله بالظبط. سمع ولا روحك. حاضر. عايز 2 اصفر فرد. مفيش اصفر. عايز 2 ازرق فرد. مفيش ازرق. عايز 2 احمر فرد. برضو ما عنديش احمر. مفيش اخضر. هات الفلوس وتيجي جري. عاوز ربطة كرفس. ده بقدونس. كزبرة. انت عبيطة مش عارفة؟ عايزة حزمة نعناع. حزمة نعناع. ده جرجير مش نعناع. فين يا بنت الوليه النصابه اللي ضحكت عليكي وخدت الفلوس؟ ايه انا كسانه يا شيخه، بعت اجيب 2 كيلو قوطه و2 كيلو خيار تديها قيتين وخيارتين. انت نصابه وحراميه يا بنت. فين بقيه الفلوس؟ انا عايزه بقيه الفلوس يا واحده الكلب. خرفتك يا مولانا. انا ولا ايه دي حكايه؟ اهدى يا حاج. مش عارفه هربيها يا زبده. حراميه. حراميه ليه بس يا حاج؟ كل واحد ياخد حقه. اهلا وسهلا بيكم في مسابقه روبوتكس مينا اللي هتحدد مصير حد النهارده واللي هتفرق حياته في الفتره اللي جايه ومستقبله كمان. اكيد بدعمكم واكيد كلنا هنقف وراهم النهارده. خلونا نرحب بالمتسابق الاول معانا النهارده. اتفضل. دلوقتي جه معادنا مع المتسابق الاخير. والمتسابق الاخير ده موضوع مختلف شويه. كل المتسابقين بدون استثناء عرفت كده في الكواليس مشاريعهم عن ايه واتفرجت برضه الا ده.
يا عم وريني المشروع عايز افهم حاجة؟ لا. طب ابص بص؟ لا. وكان رد واحد وما بيغيروش، انا محضر لكم مفاجأة كبيرة. اعتقد هو ده الوقت اللي ممكن نشوف فيه المفاجأة الكبيرة دي. خلونا نرحب بالمتسابق يوسف صبري. اتفضل يلا عارفة بره. ربنا يزيد فضلك يا باشمهندس. اطلع يلا عشان ابدا البرزنتيشن. طب ما كل سنه وانت طيب يا باشمهندس بقى وتجيب حق المشال بالمره. اطلع وانا هبقى حاسبك على اللي انت عايزه بعدين. يلا انت بتطلعني مسرح؟ بتطلعني مسرح؟ طب يبقى اشوف بقى مين هينزلهولك. مساء الخير. انا اسمي يوسف وانا مبسوط جدا جدا ان انا معاكم النهارده. طبعا انا عايز اشكر والدتي ومراتي وكل زمايلي اللي معايا في الشركه اللي اشتغلوا معايا على المشروع. انا مهندس مصري ويمكن انا من وانا صغير دايما بحس ان انا شاطر زي الناس اللي بره مصر بالظبط، لاني بشوف ان ربنا زي ما خلقهم خلقني وخلق امكانياتنا واحده. الفرق بس ان احنا لازم نشتغل على تعليمنا اكتر، نشتغل على نفسنا اكتر، ونجتهد في شغلنا اكتر. وفي امثله كتير لناس مصريين حققوا الكلام اللي انا بقوله ده، دكتور زي دكتور مجدي يعقوب، فنان عالمي زي الفنان عمر الشريف الله يرحمه، ورياضيين قدوه زي كابتن محمود الخطيب وكابتن محمد صلاح. ده كلام كبير قوي، كبير قوي قوي يعني. اتمنى المشروع كمان يكون قد الكلام الكبير اللي احنا سمعناه. ان شاء الله. هو الموضوع ببساطه ان انا من فتره مش قليله خالص بدات اشتغل على مشروعي الجديد. مشروعي ده كان سقفه عالي لدرجه ان في ناس حواليا قالوا لي ان هو صعب ويمكن كمان مستحيل ان انا اعمله. انا كنت مؤمن بالمشروع ده لدرجه كبيره جدا، وعملت فعلا النموذج الاولاني منه، والنموذج ده بعد ما خلص ظهر فيه شويه مشاكل وشويه عيوب كده وصلتني انا شخصيا لاني قست، لكن بعد ما هديته وقعدت فتره مع نفسي كده شجعت نفسي تاني وبدات اشتغل على النموذج التاني، وحليت كل المشاكل اللي حصلت في النموذج الاولاني ووصلت للنسخه الجديده من المشروع، والحمد لله اعتقد ان هي حققت المطلوب وزياده، وهي دي المفاجاه اللي انا عايز اوريها لكم النهارده. احب اعرفكم بمشروعي وصاحبي، اول روبوت بذكاء اصطناعي يكاد يشابه ذكاء البني ادم. رحبوا معايا بلازيل. ثانية واحدة، ثانية واحدة. برافو يا يوسف، يكاد يكون بني آدم. وبيعمل إيه لذيذ بقى؟ ممكن يعمل أي حاجة حضرتك تطلبها. كيفاش يعمل أي حاجة؟ نعم؟ كيفاش يعمل أي حاجة؟ حضرتك قصدك يعني بيعمل كل حاجة إزاي؟ بالضبط. لا، هو حضرتك بتطلبي منه الحاجة اللي أنت عايزاها وهو بيعملها على طول. داكور. لذيذ. قول لي انت عارف شنو انت؟ لا هو معلش بس حضرتك عشان حضرتك بتندهي له لذيذ فمش هيرد عليكي، حضرتك محتاجه تقوليها له بالمصري لذيذ. اوكي. لذيذ انت عارف انت ايه؟ معلش ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه بس هو ممكن عشان المسافه فالصوت مش واصل له. انت عارف انت ايه يا لذيذ؟ ROBOT. ممكن تقولها على بعضها؟ ترد يا لذيذ. من الواضح انه حيكون في نقلة نوعية. افهم من وين الثقة هذه يا باشمهندس؟ ثانية واحدة يا دكتور. ثانية واحدة. ايه يا يوسف؟ فين الروبوت؟ الاختراعات، الاكتشافات، الذكاء الاصطناعي؟ فين؟ انا مش عارف والله يا استاذ احمد ده كان شغال والله العظيم ما كانش فيه اي مشكله. معلش طب ينفع اعمل له ريستارت بس؟ تمام هو كده اشتغل، ممكن تتفضلوا تسالوا. طب ما تشربوا قهوه او اقول لك اغسل له وشه كده بشويه ميه ممكن يفوق يا راجل. لا يا فندم هو جاهز، حضرتك ممكن تساله دلوقتي على طول. طيب يا لذيذ ممكن تقول لنا كم الساعة الآن؟ قول لهم الساعة يا لذيذ. أقول لك كم درجة الحرارة؟ يا لذيذ رد. طب النهاردة إيه من أيام الأسبوع؟ Thank you.
مين حضرتك؟ اسمي زومبا، أنا روبوت، صممني المهندس يوسف. الساعة الآن 8:10 و7 ثوان. درجة حرارة القاع 20 درجة مئوية. النهاردة الخميس. صح صح، والمصحف. يوسف انت اللي عملت الروبوت ده كمان؟ اه والله العظيم انا اللي عاملها. ما هي دي بقى المفاجأة اللي انا كنت بقول لكم عليها. انتوا افتكرتوا ان انا فاشل صح؟ لا، النموذج ده هو النموذج الاولاني اللي فيه مشاكل اللي انا كنت بحكي لكم عنه. انما القمر دي حبيبتي دي هي دي النموذج التاني اللي انا حليت فيه كل المشاكل. رحبوا معايا بزومبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو رامي تحت؟ متنيل قاعد. يبقى أكيد هو اللي فيروس لذيذ. بقول لك إيه؟ خد لذيذ فرمته ونزل له آخر باك أب كانت معانا بسرعة. ها؟ ماشي ماشي عينيا يا باشمهندس. إيدك معايا بس، بسم الله. آه. آه. أيوه جاي. حقيقي برافو يا باشمهندس يوسف. بس إيه رأيكم في الخضة اللي أنا خضيتها لكم؟ دخلت عليكم صح؟ دي حركة أنا اللي عاملها. أنا دخلت عليا بصراحة، وأعتقد إنها دخلت على اللجنة كمان ولا إيه؟ بصراحة أنا كنت فاكرك بتهزر، بس لحد ما شفت زومبا. لا ده أنا زومبا دي حبيبتي من أول يوم عملتها والله العظيم. طيب بعد إذنك ممكن نسألها شوية أسئلة ولا ممكن تعلق علينا؟ هعلق. بتهزر؟ عشان بقى روبوت مصري فكمان عاملها بتهزر. طيب دلوقتي يا باشمهندس يوسف انت وزومبا بقى تتفضلوا، ودقايق واللجنه هتعلن مين الفايز النهارده. شكرا 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 شكرا. عجبك كده؟ هاي المسابقه خلصت، يا ريت ما استنيتك اجي معاك. يعني انا اللي اخرت مش قليل، انا اللي على عيني ده. بس الشرشوبه دي هتخش في عيني. خلاص يا باشمهندسين، دلوقتي اللحظة الحاسمة، اللحظة اللي كلنا مستنيينها وانتوا اكيد مستنيينها اكتر من اي حد. بس خلينا قبل ما نروح للحظة اللي كلنا مستنيينها افكركم بحاجة. احنا اتفقنا اتفاق فاكرين افكركم بيه، ان احنا اللي هيفوز منكم يا باشمهندسين المبلغ اللي هياخده هيطور بيه مشروعه ويطور بيه حياته ويكمل حاجات اجمل كمان واحسن ان شاء الله. جاهزين تسمعوا اسم الفايز؟ أعلن الفايز الباشمهندس أو الباشمهندسة. ما تخلص بقى يا أستاذ أحمد. الباشمهندس اللي فاز معانا النهارده يوسف صبري.